طيب يبقى زي ما قلنا قبل ما نخش على فايبر تكنولوجي سريعا، الاي بي في 6 ان سي الز طبعا، يعني الاي بي في 6 ان سي الز هي زيها زي الاي سي الز العاديه بتاعتنا، هي اقرب للاكستندد، مش مفيش ملهاش علاقه بالستاندرد، يعني مفيش موضوع ده اصلا، مفيش تقسيمه انواع اساسا في الحقيقه، ومفيش فيها ارقام. هو بيقول لك يعني الطبيعي ان انت تشتغل بالاسماء وان هي شبه الاكستندد. بس في نقطه هنا جايبها مهمه جدا، خلي بالك ايه النقطه ديت، ان انت ممكن تقول انا النيتورك بتاعتي ما فيهاش اي بي بي 6، انا انت حضرتك راجل مسؤول عن شبكه والشبكه بتاعتك ما فيهاش اي بي بي 6، حلو جميل كويس جدا، يبقى اعمل اي بي بي 6 سي ال دي. لا هي فيها اي بي بي 6، ما فيهاش اي بي بي 6 صح؟ ده لو وقعت وقعه كبيره كده. ليه؟ عشان خاطر حتى لو النيتورك بتاعتك انت مش شغال اي بي بي 6، ما تعرفوش ان الاند بوينتس بتاعتك كلها شغاله اي بي بي 6. مين الاند بوينتس؟ اي جهاز كمبيوتر، تمام؟ اي كمبيوتر، لابتوب، موبايل، كل الاجهزه دي دلوقتي باي ديفولت بتبقى شغاله 4 و6 مع بعض. الطبيعي ان هم بيقعدوا يبعتوا مسجات اكشلي على اي بي في 6 بس ما حدش بيعبر، يعني انت لو عملت كابشر، جرب كده بوان شوت تعمل كابشر على النيتورك ادابتر بتاعك او اي نيتورك ادابتر من اللي موجودين عندك في الجهاز بتاعك، هتشوف العجل، هتشوف يعني مسجات، كميه مسجات اي بي في 6 كتيره جدا. بس الفكره ان هو الطبيعي ان ما حدش يرد عليهم. بص هنا مثلا التاكر او الهاكر الذكي عمل ايه؟ بيقول لك هو بيجين فوت هولد باي بي في 4 عن طريق ان هو ان الفاير وول دوت بيعدي الاي بي في 4 يو دي بي ترافيك. بس اكشولي الاي بي في 4 يو دي بي ترافيك ده احد التانلنج تكنيكس بتاعت اي بي في 6 ان 4. احنا ما درسناش تانلنج خالص بالتفصيل ل 6 ان 4، جبنا سيرته في كلمه في السي سي ان اي. مش بيترجم، تانلنج مش ترانزليشن. تانلنج ان انا اخد الباكت الاي بي في 6 واخبيها جوه باكت اي بي في 4 يو دي بي. تمام، وده احد اكشلي الحاجه اسمها تريد وتانلز، يعني ما درسناهاش بالتفصيل خالص. لكن الفكره دلوقتي انتوا فاهمين اللي حصل؟ ان الهاكر بعت رساله اي بي في 4 يو دي بي فالفاير وول عداها، لان اليو دي بي زي ما قلنا ما فيهوش زي مش زي التي سي بي نفس الكلام. فالفاير وول بيعديها، بس لما توصل هنا للاجهزه بتاعتنا الباكت دي بتتفتح اللي هو من جوه ايه؟ فيرجن 6. يوم جاي هو باعت رساله روج ار اي، ايه الار اي ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ راوتر ادفيرتمنت، راوتر ادفيرتمنت، يقول لهم ياخدوا اي بي في 6 ادرس ويقول لهم ديفولت جيت واي ودي ان اس سيرفر وقسم. فاذا بالتالي الاجهزه بتاعتي اي بي في 6 هوست دي بت اوتو كونفيجر دير ستاكس سايلنتلي انيشيتنج حاجه اسمها اوتوماتيك تريد وتانلز يوزنج يو دي بي. من الاخر كده الاجهزه دي كلها هتقدر الراجل دوت يكلمها ويبعت ويستغلهم ويعمل فيهم اللي هو عايزه، والفاير وول بتاعك قاعد في النص يا باشا بيعدي كل حاجه لان هي اي بي في 4 يو دي بي باكتس. هو عادي اي لو انيبلد اي بي في 6، لو هو انيبلد عليه اي بي في 6 ايوه هي جايه كده هيروح اه، هو جايه له الباكت ما هي موجهه للاي بي ادرس بتاعه بطريقه او باخرى، هتوصل للاي بي ادرس بتاعه الفيرجن 4، فبعد ما يفتحها هيلاقيها جوه ايه؟ فيرجن 6، تمام؟ فهيقدر يفتحها ولا لا؟ يقدر، مش هو بيديك الفكره هو لو كل الاجهزه بتاعتك عليها فيرجن 6 زي ما قلنا شغال باي ديفولت هيقدر يفتح الداتا دي ولا هيطلع. فاذا رغم ان انت النتورك يعني السؤال بعد كل دوت يعني الانترنت بتاعتك ما فيهاش اي بي في 6، ده اكزامبل واحد طبعا، في اكزامبل تاني كتير، مش معنى كده ان انت ما تعملش اكسس اكسس كنترولرز او اي سي الز او فاير وول لاي بي في 6. وادي اكزامبل تمام لاي بي في 6 اي سي الز، طبعا مش هنخش فيهم بالتفصيل بس ادي مثال اهو، بتقول له اي بي في 6 اكسس ليست لان اونلي، طبعا ده الاسم بتاعها بتشتغل باسم، وبعدين بيرميت 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 ديناي، ده ما اتغيرش بيرميت او ديناي، زي ما قلت هي اكستندد، وبالتالي بتقدر تقول له البروتوكول زي اي سي ام بي هنا مثلا، قايل له اي سي ام بي تمام اوكي، او اي سي ام بي، اي سي ام بي اني جاي من اي سورس، رايح لاي سورس، جاي من اي حاجه من اي ديستنيشن سوري، اي سورس اسوشيشن ان اي وان اس، ودول اكشلي موجودين باي ديفولت، يعني انا مش محتاج ازود السطرين دول، دول موجودين باي ديفولت زي ديناي اني اني اللي موجوده في الاخر دي باي ديفولت برضه، لكن الثلاث ستور دول عشان نزودهم برضه عشان نعد العدادات بتاعتهم لو عايز تعرف هو ايه بالظبط اللي بيحصل في النيتورك بتاعك. طب ده ايه دوت؟ مين ان دي ان اي وان دي ان اس؟ نيبر ديسكفري بروتوكول، نيبر ادفيرتمنت، نيبر ديسكفري بروتوكول، نيبر سوليستيشن. طبعا تقول لي ايه الحاجات الغريبه ديت؟ قصه طبعا اي سي بي فيرجن 6 كان جواه جزء بروتوكول اسمه ان دي بي، وكان في رساله اسمها نيبر ادفيرتمنت ونيبر سوليستيشن مش هنقدر نخش فيها دلوقتي. المفروض برضه دي غلطه، لازم تقول له هنا مثلا اي بي في 6 او اي سي ام بي ولا قصدك ايه بالظبط، تمام؟ فاذا هنقول له اللي انا عايزه يعني اكشلي هنا متصلحه، بص شايف بقى لما قال له شو جايبها صح، شو اي بي في 6
تمام السورس والايه والديستنيشن بس هنا وهو بيكتب مكتوب غلط. فاذا هنا بهذا الشكل انا عديت الداتا اللي جايه من 2.0.1 يعني كده من الاخر رايحه للانترنت وعديت النيفر ديسكفري بروتوكول دهوت لانه هو المفروض باي ديفولت بيعدي اكشلي ودينايد اي حاجه اخرى اللي هي برضه المفروض باي ديفولت. يعني زي ما الثلاث تول دول امبليسيت موجودين ضمنيا هو ضافهم هنا في سطر 20 و30 و40 عشان خاطر يبقوا موجودين عنده ايه داتا عنده هم موجودين امبليسيت. ليه؟ لان ام اي وان اس دول اساسيين لعمل الاستاذ بتاعنا اي بي 6 زي ما قلنا راجع سي سي ان اي الاي بي 6 اللي درسته فيها. بس لو باختصار شديد جدا يعني الام دي بي بروتوكول في اي بي فيرجن 6 بيساوي تمام الار بروتوكول في اي بي فيرجن 4. طيب ليه ما احنا ما عملناش اي سي ال حاجه للارب؟ لان الارب ده لاير 2 بروتوكول وبالتالي ما بيعديش ما بتطبقش عليه اصلا الاي سي ال بتاعتنا. لكن الام دي بي دوت لا ده اي سي ام بي فيرجن 6 يعني زي تبع البينج وتبع الايكو ريكويست والايكو ريكويست. هو في اكسس للسجل في ماك اكسس كنترول ليست لو قصدك ماك اسمها بس انا بتكلم على حاجه ثانيه تمام. يعني اكشن من ضمن الحاجات اللي المفروض تعرفها اللي هي مش علينا في المنهج يعني ال اي سي الز عامه لما بنيجي نطبقهم في ثلاث انواع من التطبيقات. كل اللي انت درسته في سي سي ان اي واللي درسناه لغايه دلوقتي بتخش تطبق الاي سي ال فين؟ فين في الراوتر؟ انترفيس انترفيس معين اكسس جروب مثلا كذا ان او اوت. هنا طبعا الامر مختلف شويه عن فيرجن 6 بتقول له اي بي بي 6 ترافيك فلتر ان او اوت بس نفس الفكره. يعني ده اسمها راوتر او راوتد اي سي ال. ليه؟ لانك بتطبقها على راوتر انترفيس او لاير 3 انترفيس. دي اسمها الراكن يعني تفهم لك هم كده ثلاثة يعني بص هو حقيقة الاي سي الز كده 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 راكو وراكو وراكو هي الكلام اللي بيجي دوت. دي اللي انت عارفها دي سابقتك من زمان بس هي طبعا عباره عن راوتر او راوتنج حسب ما عايز تتكلم. اي سي الز طبعا على لير 3 انترفيس بامر اكسس جروب واي دي. هنا بقى الباكل ديت لا انت ما تعرفهاش دي اسمها بورت. وليه اسمها بورت ولا انترفيس بورت ولا دي؟ لا دي عباره عن لاير 2 تمام انترفيس في سويتش. ايه كلام غريب ده؟ والله طبق في سويتش على لاير 2 انترفيس سويتش يعني لاير 2 سويتش مش لاير 3 سويتش تمام. انا بورت عليه اقدر اطبق اكسس سيستم بتاعتنا بيرميت ودرايف واي سي ام بي ودي اتش سي بي و80 اطبقها على بورت لاير 2. ايه كلام بس واخيرا باكل والفي هنا اختصار للفي لان برضه اقدر اطبقها على السويتش بس بدل ما تطبق على لاير 2 انترفيس بتطبقها على الفي لان كلها. اوكي فاذا دول الثلاثه طبعا زي ما بيش علينا التفاصيل بتاعتنا ان شاء الله. يعني لو دخلت سي سي ام بي راوتنج سويتش مش سي سي ام بي سويتش يعني سي سي ام بي راوتنج سويتش في كورس سويتش في كورس سويتش بنشرح الباكل والباكل دول بيشتغلوا ازاي ويجوز عليك من المنهج. لكن في السي سي 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 لا دي ما بتجيش سيرتها بس اعرف ان هم موجودين. طيب يبقى ادي الاي بي بي 6 اي اي سي ال وزي ما قلنا كده خلاص انتهى موضوع الاي سي ال بالنسبه لنا مش مهم ربنا يكرمك. نيجي بقى للفاير وول تكنولوجيز عايزين نكسبلين هاو فاير وولز ار يوز تو هيلب سكيور نتورك. عايزين ندسكرايب ذا فاريوس تايبس اوف فاير وولز. عايزين نكونفجر ا كلاسيك فاير وول ويكسبلين ديزاين بوزيشن فور امبلمنتنج اي فاير وول تكنولوجي. ده اللي هنشوفه في السكشن ده. فتعالى نشوف الاول سكيورنج نتورك ويز فاير وول وديفايننج الفاير وول دلوقتي صعب قوي يعني لو قلت لك ان هو حاجه بسيطه فاير وول جهاز حائط داري جهاز بيحمل شبكه من النت لا لا لان في انواع كتيره جدا من الفاير وول تكنولوجيز كتيره جدا من الفاير وول نوع من ناحيه ازاي بيشتغل وفي نوع من ناحيه ازاي بيتحط في الشبكه في نوع من ناحيه حاجات كتيره جدا فتعريفه بقى صعب والتطور بتاع السكيورتي بتاعنا سريع جدا لدرجه ان هو يعني النهارده ممكن بنقول لك حاجه ما كناش بنقولها من سنه او سنتين وكمان سنه او سنتين هنقول حاجه ثالثه وهكذا. فبيقول لك عامة all firewalls are resistant to attacks يعني اجهزة security مش زي الراوتر. بمعنى الراوتر مثلا لو بنتكلم على جهاز اسمه راوتر اوكي المفروض ان هو راوتر باي ديفولت او الاساس بتاع الراوتر وممكن نزود عليه فانكشن ان هو فايروول. يعني زي ما جايب لك هنا مثلا بص ده راوتر عادي جدا without اي او اس فايروول ده راوتر with اي او اس فايروول يعني دي خاصية سوفت وير نزل ابلكيشن عليه كده
اللي هو اي بار وورد بتخليه ريزيستنت زي ما هو كاتب ان هو لاتاك او يقاوم الاتاك. Are the only transit point between networks because all traffic flows through the firewall. يعني هو وظيفته زي ما قلنا هو بودي جارد. فالبودي جارد ده ملوش اي فايده لو انت مش موقفه على الباب. البودي جارد هيقف فين؟ على الباب. اللي داخل واللي خارج يفحصوا ويبص عليه ويشوف مين اللي يخش ومين اللي يطلع وهكذا. فاذا ده النقطه الطبيعيه بتاعتها الفايروال بتبقى في نقطه في وسط الداتا عشان تعدي عليه الداتا. اوكي؟ غالبا بتفصل ما بين تو نتوركس او اكثر. واخيرا وده الاهم زي ما قلنا ان الفايروال بيبقى تايب اوف بيعمل حاجه في الاخر بينفورس الاكسس كنترول بولسي. ان في بولسي او سياسه معينه ممكن تكون اكسس كنترول هايفه جدا زي اكسس كنترول ليست بتاعنا اللي هي بيرميت دي ار سي بي، بيرميت مش عارف نات، بيرميت مش نات سوري، بيرميت مثلا دي ار اس، بيرميت تي سي بي بورت 80 وات ايفر، ممكن تكون هو ده الايه الاكسس بولسي بتاعك مش اكتر من كده. يبقى المفروض اي فاير وول يقدر يعمل او يبقى موجود فيه الكلام ده. There are several benefits to using a firewall network, وبعدين طبعا several limitations مش عارفين حدود. ايه المميزات؟ Prevents exposure of sensitive host resources and applications to untrusted users. يعني بيمنع ان انت الداتا بتاعتك المهمه، الاجهزه المهمه، اي حاجه عندك مهمه actually لاي يوزر untrusted او مش موثوق فيه اللي هو غالبا من الانترنت. They sanitize protocol flow which prevents exploitation of protocol flows. ايه الكلام الغريب؟ flow flaws. الكلام الغريب دوت. يعني الداتا بتاعتنا اللي ماشيه البروتوكولز بتاعتنا ار انهيرنتلي انسكيور. البروتوكولات بتاعتنا كلها معظمها يعني استثناء اللي بنحط عليهم حرف اس زي اتش تي بي اس زي اس اس اتش زي حاجات ثانيه بيبقوا مش سكيور مش من اصلا مش معمولين سكيور. فالفاير وول بيقدر يصلح هذا الموضوع ان هو يفهم البروتوكولز ديت اكتر وبالتالي يمنع استغلال الثغرات في بروتوكول معين زي تي سي بي مثلا. تمام؟ بلوك مالشيس داتا فروم سيرفرز اند كلاينتس. المفروض ان هو يعني زي بتاعت ما بيمنع اي داتا مجرد من السيرفرز بتاعت بارك. Reduce security management complexity by offloading most of the network access control to few firewalls in the network. يعني ممكن بيقلل يقول لك المشكله التعقيد بتاع المانجمنت بتاع السكيورتي بان هو يحمل الموضوع network access control to a few firewalls يعني نقدر نوزع الحمل على اكثر من firewall يعني مش نقطه مهمه دي. كان نشوف ال limitations بقى. A misconfigured firewall can have serious consequences for the network such as becoming a single point of failure. لو انت مش مظبط الفاير وول بتاعك صح او لو انت حاطط فاير وول واحد بس طبعا هيبقى سنجل بوينت اوف فيلير. ولو انت اي بي اوبشنز مظبطها غلط معناها ان هيحصل اتاك او معناها ان هيحصل كوارث. فالكونفيجريشن بتاعه يعني مش حاجه بسيطه زي الراوتر كده ان هو ممكن لو غلط او سويتش لو غلط ما تبقاش فيه نتيجه كارثيه. لا ده على طول النتيجه بتاعته كارثيه لو غلط. The data from many applications cannot be passed over firewall securely. يعني في applications كتيره ما ينفعش تعدي في الفاير وول كسكيور زي ما انت عايز او مطمن الفايروز على الاقل التراديشنال او التقليديه بتاعتنا. Users might proactively search for ways around the firewall to receive blocked material ways to expose it to protection attacks. يعني users لما بيلاقوا فاير وول زي ما اي حد لو لقى بودي جارد او لقى حاجه بتحاول حمايه او حاجه بتحاول تظهره بيدوروا بيبداوا يدوروا على ازاي يبعدوا عنه. يعني انت الفاير وول حاطه عشان خاطر يحمي الناس اللي جوه من بره صح؟ ده المنطق الطبيعي ده. فتلاقي اكشلي الناس اللي جوه كمان بيبداوا يحاولوا يخلعوا من الفاير وول دوت ويبعدوا عنه عشان خاطر ايه؟ هو من ضمن الحاجات اللي بيعملها عشان يحميهم بس هم ما يعرفوش انه مثلا يقفل مواقع معينه او يقفل خدمات معينه بالنسبه لهم. بالظبط. ازاي طب انا لا ده انا عايز اشوف اللي اتفرج على فيديو على اليوتيوب انا قافل بالفاير وول اليوتيوب اوكي؟ ما تقدرش تخش عليه. جاي هو يدور على وسائل عشان خاطر يتفرج على اليوتيوب وممكن تكون حاجه عبيطه ان انا بتكلم في ان هو هيعمل الكلام دوت. انا مش مشكلتي في السكيورتي ان هو يتفرج على اليوتيوب دي اوامر من المدير بتاعه لان انت مش انت قاعد في الشغل مش المفروض تتفرج على اليوتيوب تمام. مش موضوع سكيورتي يعني انا مش خايف من اليوتيوب كسكيورتي فاهمين الفكره. لكن انا قافله عشان خاطر ده المفروض الصح في الشغل ما تتفرجش على اليوتيوب. يجي هو يدور على وسيله عشان خاطر يتفرج على اليوتيوب فالوسيله دي تخليه يعدي من الفاير وول. ولما يعدي من الفاير وول مثلا جاي الجهاز بتاعه يبقى انفكت الجهاز بتاعه يحصل له اتاك الجهاز بتاعه يبقى كذا يجي بعد كده يتوصل بالنتورك بتاعتي. طب ما انت كده خلاص الهاكر كده عمل اللي هو عايزه من غير ما يعدي على الفاير وول بتاعي بسبب ان واحد من اليوزرز بتوعي هو اللي هرب من الفاير وول. يعني بقى فتح يعني فتح الشركه كلها للاتاك. هو فتح ثغره بالتالي دخل الشركه كلها في ان هي ممكن يحصل لها ايه اتاك. زي مثلا يعني عارف حاجات مشهوره انا مش هعدي على الفاير وول اقوم جاي عامل مثلا روج اكسس بوينت يعني الجهاز بتاعي الموبايل بتاعي هوت سبوت واخش على النت منه. اوكي خلاص كده تخش عليه تتفرج على اليوتيوب اللي انت عايزه وانا حر ده مش عارف ايه وبتاع. وبعدين بعد ما خلصت الفيديو اللي انت عايز تتفرج عليه ارجع اتوصل عادي بالشبكه.
فاهمين المشكله اللي ممكن تكون حصلت في الوقت دوت؟ نتورك بيرفورمانس كان سلو داون طبعا. دي نقطه مهمه جدا في الفاير وول بتاعك انك لازم تعرف ان هو هيبطئ الاداء. بس هي فكره على هو هيبطئ الاداء فعلا ولا لا حسب قدرات الفاير وول. انت عايز تشتري جهاز بقى فاير وول، كل ده ما بيتكلمش على جهاز فاير وول، بيتكلم على التكنولوجي فاير وول. شوف ان انت ممكن تبقى التكنولوجي دي موجوده باكثر من طريقه. بس لو هتشتري جهاز فاير وول تمام، اكشوال هاردوير فاير وول، هتلاقي اول حاجه بتقارن بيها حاجه اسمها الثرو بوت بتاعه، هو يقدر يعدي داتا قد ايه. يعني مثلا كنت لسه فاتح امبارح دوبتو بالو التو مثلا، اول مقارنه ما بين الفاير وولز الاربعه والسته خمسه اللي فوق دول، هو الفاير وول ثرو بوت 200 جيجا بت بير سكند، 120 جيجا بت بير سكند، 20 جيجا بت بير سكند، 10 جيجا بت بير سكند، 5 جيجا بت بير سكند. اوكي، فده الثرو بوت بتاع الفاير وول بتاعي، الاكشوال ترافيك اللي يقدر يعمل لها تعدي عليه ويفحصها بحسب البوليسي بتاعتي ويعديها. اظن واضح جدا ان ده اللي هو 5 جيجا بت بير سكند اكيد مش زي ده اللي هو 200 جيجا بت بير سكند، صح؟ ده كام ده؟ القصه طبعا كبيره جدا حسب انت احتياجك ايه. انت عندك مؤسسه متوسطه ولا صغيره ممكن يكفيك الثلاثه، اي واحد من ثلاثه فاير وولز الموجود فيها. ابتديت تخش في الحاجات الضخمه بتلاقي نفسك فاهمين القصه؟ طبعا في حاجات اضخم من كده كمان. فدي اول حاجه، نفس الكلام هنا هتلاقي دوت 40 جيج مثلا. اوكي، ودي فاير وولز كلها اللي فوق هنا اهو مثلا، وده اللي هي الثرو بوت بتاعه. اوكي، ده الثرو بوت بتاعه، وهنا بيقول لك على حسب البايتس قد ايه، كام بايت يو دي بي مثلا مسج. بس يعني ان جنرال هو مثلا ده 4 جيجا، ده 2 جيجا، 2 جيجا ونص، وعندهم طبعا موديل اكبر من كده. هتلاقي اول حاجه بيبصوا عليها هو الايه؟ الثرو بوت. في طبعا سبيسيفيك ثرو بوت بعد كده هنشوفه زي بي بي ان ثرو بوت، يعني اسمها الاي بي اس ثرو بوت، حسب الفاير وول بتاعك بيعمل ايه بالظبط يعني. لكن نتورك بيرفورمانس زي ما قلنا لازم تبقى فاهم كويس قوي ان الفاير وول هيبقى نقطه موجوده في النقطه عرض زجاجه، فهل ممكن ما تحسش باي حاجه؟ ممكن تركب فاير وول في نتورك واليوزرز بتاعك ما يحسوش باي بطء، يبقى انت جايب فاير وول صح يتحمل ايه عبء الشبكه بتاعتك. او ممكن تلاقي الناس كلها ايه بتعيط وتقول لك الشبكه بطيئه جدا، يبقى انت محتاج فاير وول اقوى. تمام؟ Unauthorized traffic can be tunneled or hidden as legitimate traffic through the firewall. يعني طبعا في traffic معنا زي tunneled traffic تمام او hidden traffic. انا لسه مديكم سامبل شويه حالا اللي هو بتاع الاي بي في 6 اللي hidden الاي بي في 4، صح؟ فانا حاطط الرول مثلا على اللي هو اليو دي بي ترافيك تعدي، اوكي، لكن هو اكشلي دي مش يو دي بي ترافيك، هي جواها اي بي في 6 ترافيك مستخبي جوه يو دي بي ترافيك. فاهمين القصه؟ فدي بعض الايه الليميتيشنز بتاعت الفاير وول بتاعي، وادي مثال التراديشنال فاير وول وهو بيعمل ايه زي ما انتم شايفين وظيفته واضحه جدا. الاكسس بوليسي بتاعتي بتقول الحاجات اللي بالاخضر دي تعدي والحاجات اللي بالثاني ما تعديش، دي الالاود ودي الايه الدولاي. لو بصيت هنا تلاقي الابد اكسس ليست عادي جدا، اكسس ويب سيرفر اف تي بي اس ام تي بي اي ماب دولاي مش عارف اللي هم انترنال ريجستر دولاي مش عارف الاكسترنال ادريسز دولاي الايكو دولاي ام اكس اكتف دايركتري اس كيو ال. مش ده كله يعني، لو انا اديتك دي بولسي كده الصوره قدامك دي اسمها بولسي، لو انا اديتك ديت مش تقدر تحولها لي اس يلز؟ سهله خالص تمام. لكن نخش بقى على انواع الفاير وول. ايه انواع الفاير وول؟ عندنا الفاير وول اللي حضرتك تعتبر درست اللي هو الاي سي ان بتسميه باكيت فلتر فاير وول. بتسميه ايه؟ باكيت فلتر فاير وول. والباكيت فلتر فاير وول دوت ايوه اول واحد هبص عليه اهو، يعني هنرجع تاني الصوره تانيه، بس ده الباكيت فلتر فاير وول عشان زوم ان بس على الصوره. بيفحص الداتا في لاير 3 يا جماعه وفي لاير ايه؟ لاير 4. زي ما شفنا لسه كاريين دلوقتي حلقه سياده. سورس اي بي، ديستنيشن اي بي، بروتوكول، سورس بورت، ديستنيشن بورت، سنكرونايز مش عارف باكيت ريسيت، سيل واك اللي احنا ايه؟ عملنا. فده بنسميه باكيت فلتر. وركز في كلمه باكيت ليه؟ لان هو بيفحص باكيت باكيت، اي فاير وول هيفحص باكيت باكيت، لا بيفحص كل باكيت لوحدها مستقله عن الاخرى. يعني بيفحص كل باكيت بتجيله يبص عليها يقارنها بالاي سي ال ويطبق البوليسي بتاعها. الباكيت اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها وهكذا. فهو اصلا ما يعرفش ايه اللي بيحصل في الشبكه وما يعرفش اكشلي الداتا دي تبع ايه ولا ليها علاقه بيه. وده اللي احنا عايزين نوصل له النهارده. كل ما تزود امكانيه الفاير وول ان هو يفهم اكتر الداتا ديت هو ده اللي عايزين نوصله. فلما نيجي نخش للون اللي هو اللي بعديه في هنرجع تاني بس انا بوريك ده بس كده. الستيتفول فاير وول ايه الكلام الغريب ده؟ الباكيت فاير وول ديت اللي احنا شفناها قبل كده الباكيت فلتر ليها اسم تاني اسمها ستيتلس، يعني بدون حاله، ستيت يعني حاله. الستيتفول هو التطور اللي حصل بعد كده. الستيتفول فاير وول خطير جدا. بيقول لك ايه؟ لو لاحظت كده بياخد لاير 3 4 و 5 وات ايه ده؟ ايه القصه هنا؟ 5 دوت اللي هو اكشلي تي سي بي، يعني ما كانش كده 5 ده اللي هو زي ما كان زمان سي سي ان اللي هو لا 5 ده هو تي سي بي. بس هنا تي سي بي بمعنى ايه؟ بمعنى ان الكمبيوتر بتاعنا
بيعمل ايه لما كان بيفتح بي سي بي سيشن؟ سام اك بس فاكيد مش راح نصفي وقت تشيك هو بيعمل كل ده ليه؟ عشان بيوم جاي واخد جزء في الرام عندنا كده تمام؟ يوم جاي حاطط فيه دي سي بي يبدا يسجل فيه كل حاجه خاصه بالكونكشن ده. فاهمين فاكرين الكلام ده؟ وكنا حتى بنكتبه بالامر بين الامر بتاعنا انت فاكره؟ نت ستات صح؟ نت ستات كان بيطلع لسه بالكونكشنز الاستابلشد اللي موجوده عندنا دلوقتي في الجهاز عندنا وكل كونكشن من دوت اكشلي هو عنده تفاصيل عنده كتير جدا غير طبعا السورس اي بي والسورس بورت والديستنيشن اي بي والديستنيشن بورت والكونكشن استابلش ولا لا هو مرتبط بحاجات كتير جدا زي مثلا لو حد فاكر برضه اي سي بي بيشتغل ازاي ان في حاجه اسمها سيكونس نمبر لما ببعت قطعه بيبقى لها رقم وبعدين جواها عدد معين باكت من البايت فانا لو بعت لك قطعه مثلا رقم 1000 الرقم بتاعها بيبتدي برقم 1000 وهي جواها 100 بايت جوه انت بترد عليا بتقول لي 1101 ايه الكلام غريب ده انا بعت لك 1000 وبعدين جوه كان في 100 بايت فانت بتقول لي القطعه اللي جايه المفروض يكون رقمها كام 1101 فعلا انا بعت لك 1101 واحط جواها 500 بايت جاي ترد عليا تقول لي 1601 وهكذا تمام ده اللي هو السيكونس نمبر واسمه ايه تاني الاكنولجمنت نمبر فاذا انا عندي في الكمبيوتر بتاعي كل باكيت ببعتها ببقى مسجل السيكونس نمبر بتاعها ولا لا ليه انا لازم مستني الناحيه الثانيه كمان شويه هيبعت لي ايه الاكنولجمنت نمبر طبعا بقى بخش في الويندو سايزر مش واحده بس انا بعت كذا واحده وبسجل بتاعه هو الكونكشن ده تو واي انا ببعت باكيت برقم 1000 هو بعت لي رقم باكيت برقم 60533 هسجلها عندي ولا لا هسجلها ده لازم ارد عليه وهكذا دي هي السيشن هي دي السيشن اللي كمان في دي سي بي سيشن والسيشن ديت انا بسجل الارقام دي كلها بس كده اخترعوا بقى الفاير وول اللي قال لك تعالى بقى حلو انا دلوقتي الداتا وهي طالعه من عندي بيرميت وديناي والكلام دوت جميل وموجود عندنا انا قايل له مثلا بيرميت الداتا اللي هي طالعه تي سي بي 480 حلو يبقى لها بيرميت وترو فاكرين كانت مشكلتي في الداتا وهي راجعه وعملوا لها الحل العبيط اكشلي اللي هو اسمه كلمه استابلش كان كلمه استابلش بيبص عليه قلت لك الفلاج اللي هو الاك بس مش ده كان استابلش لا بص بقى بس اول باكت كده يعني خلينا ناخد مثال كامل هنا على السطور وعم فاس بقى بس انا ايه مشروع على السطور يبقى افضل ادي البي سي بتاعك اللي البي سي على اليمين او اللاب بتاعي هنا وادي مثلا سيسكو دوت كوم وفي النص في فاير طبعا في النص سويتشات وانترات ونت عاملين فكره بس الداتا تطلع الداتا عندي حاجه تيجي توصل فاير وول وبعدين تروح للنت سيسكو وترجع تمام مين اللي بيبتدي دايما زي ما انتوا عارفين اي كونكشن من الكلاينت ولا السيرفر؟ الراجل ده هيبتدي ويبعت زي ما انتوا عارفين تي سي بي اول حاجه ايه؟ السالب صح كده؟ فهتوصل هنا الراجل دوت يقوم جاي رادد عليه بتي سي بي اللي هي ايه؟ سالب سلاش اكتف توصل هنا يقوم جاي رادد عليه بتي سي بي ايه؟ اكتف هتوصل له هنا وبعدين اكشلي بقى ورا ديت على طول او جاي بقى ايه؟ الاكشن ريكويست بتاعك ايش كبير بقى كل ده بقى فيه انا عامل تي سي بي انا اصلا عايز اخش بقى الجنريك الكبير اللي هو بي اتش تي بي فبعت مثلا ايه اتش تي بي اي ريكويست وجاي يوصل له يرد عليا هو بايه اتش تي بي ريبلاي اوكي كذا بقى ريبلاي كذا ريبلاي كذا ريبلاي يوصلوا عندي كلهم وبعدين مثلا ويندو سايز وجاي بعد ايه اكنولجمنت بتاع تي سي بي انا بحكي لكم اهي حدوته عليه جدا لما انت تفتح موقع ايه اللي بيحصل في الخفايا فتقدر تشوفه باي باكيت كابشن سوفتوير اعلى اللي هيحصل بقى دلوقتي كل الكلام ده جميل فاهم هو بقى الاول بص بقى ايه اللي هيحصل اولا هنعمل في اكسس ليست بيرميت الاتجاه ده كده ان الراجل اللي هو بتاعنا دوت البي سي بتاعي دوت بيروح للنت اوكي 80443 طبعا ده باختصار مش اكسس ليست فاهمين بس بيرميت بي سي رايح للنت 80443 ده في الاتجاه اللي هو ايه؟ رايح للنت طب والاكسس ليست اللي جوه لا مش هعمل اكسس ليست لا ايه اللي هيحصل؟ تعالى اقول لك الستيتفول فايل كل الفكره انه بيعمل عنده جدول اسمه الستيت تيبل اسمه ايه يا جماعه؟ الستيت تيبل جدول الحاله ايه اللي بيحصل؟ مع اول باكج اول واحده دي تي سي بي سام وصلت هنا الفايل هو وعداها الصدر ده بيقول له عدي له صح؟ عدها بس قبل ما يعديها عمل ايه الذكي؟ خد نسخه من كل الكلام اللي فيه خد نسخه من كل الكلام اللي فيه تقول لي ايوه سنه واك يعني لا سنه واك دي حاجه عبيطه الرساله دي لو فاكرين بيبقى جواها لون تاني كده مثلا يبقى جواها ال سيكونس نمبر بتاعي تمام الاكنولجمنت نمبر بتاعي لو انا اكشلي باكنولج حاجه فمثلا انا اختار ان انا ببتدي سيكونس نمبر يساوي صفر وده طبعا اكشلي صفر ما بديش مش برد على حاجه
فلما انا على انا صفر كده الراجل ده هو هيرد عليا بالاكنولجمنت اكنولجمنت نمبر يساوي واحد انا بعت له صفر هيرد عليا كام واحد والسيكونس نمبر بتاعه هو سيكونس نمبر يساوي مثلا 5000 اهو كده الكلام ده هيجي لي هنا او جاي هنا انا ببعت رساله الرساله هتبقى سيكونس نمبر بتاعها كام سيكونس نمبر بتساوي واحد من اول واحده صفر من واحده كام واحد والاكنولجمنت نمبر بقى لا انت بعت لي 5000 هرد عليك انا بكام؟ 5000 واحد صح؟ يبقى 5000 واحد صح كده؟ ان جاي رساله رايحه للراجل دوت انت وصل له وبعدين ابعت له اتش تي بي ريكويست اللي قلنا لازم فيه على طول يبقى سيكونس نمبر بتاعي هيبقى كام؟ هيساوي 2 يعني لو ديها واحد يبقى ده هيساوي كام مثلا اثنين يقوم جاي يمشي ويوصل هنا لمين؟ للسيرفر وبعدين يبدا السيرفر يرد عليا كذا باكت طبعا الباكت دي هتبقى سيكونس نمبر 5001 تمام اللي بعديها مثلا هتبقى 6501 اللي بعديها هتبقى 7300 ومش عارف 9 طيب بقى الفكره ابعت كذا واحده لغايه مثلا كام؟ 8030 هنا ودي اللي توصل هنا و 8030 دي كانت معاها فيها لغايه 9000 فراجع في سي بسرعه اس دي كان بيمشي ازاي سيكونس نمبرز رقم وبعدين عدد البايت فدي اكشلي 6501 وبعدين 2 3 4 5 6 لغايه 7308 انا بدات اللي بعديها كام؟ 7309 وجواها كام بايت؟ لغايه 8029 يعني ده 8030 هي ماشيه هنا انا عايز اقول لك ان هي ماشيه لغايه كام؟ 9000 فاذا لما انا رد عليه هنا الاكنولجمنت نمبر هيساوي كام؟ 9000 وكام؟ 1 لان اخر قطعه جات لي منك كان 9000 بايت صح ولا لا؟ معانا كل الكلام ده؟ تمام ايه بقى الفاير وول دور ما انا برجع لك في سيدي انت عارف الكلام ده وشاطر كويس جدا عارفين بقى الراجل ده بيعمل ايه دلوقتي عمال يلاقي كل الارقام دي في الجدول بتاعه وايه اللي بيحصل مش بس هنا مش هيعدي ده الا اذا كان عكس ده يعني ايه يعني انا بص مثال دي زي عبيطه جدا كتبت فيها ان مثلا هنقول يعني خليني اكشولي اكتبها لك بقى بجد برمت تي سي بي 192.168.1.0/24 الجهاز بتاعي 192.168.1.113 ابتدى بالسورس بورت مثلا رقم عشوائي زي ما انتم عارفين 4 4 5 6 7 اوكي رايح يكلم سيسكو دوت كوم اللي هي مثلا رقمها مش عارف 160.1.2.3 على بورت 80 السطر اللي بعد كده السيكونس نمبر بتاعه في المساله اول واحده جت كان بيساوي 1 والاكل كان بيساوي مثلا سوري هنا اول واحد كان زيرو مثلا والاك نمبر بيساوي ايه؟ زيرو. شفتوا مسجل ايه؟ مسجل الرقم بتاع جهازي ورقم جهاز اللي اكلمه والنقطه نمبر هنا والنقطه نمبر هنا والسيكونس نمبر والاكنولوجي بالظبط. لما تيجي الداتا ترجع حط نفسك انت مكان الفرد يعني دي كل ده سجلته من التي سي بي سايب المفروض التاني يرد بسيرو اك. هتاكد طبعا ان هي ايه؟ سيرو اك زي اللي هو الاستابلش الكلمه الهبله دي بس هتاكد دي خد كل الكلام ده واعكسه. المرايه بتاعته لازم بالظبط اذا كان ده السورس هيبقى الديستنيشن وده هتبقى الديستنيشن بوت اذا كان ده قبل كده كان الديستنيشن هيبقى لك ويبقى السورس ودي هتبقى السورس بوت الدوت انا عارف بالظبط انت معايا انت معايا سيكونس نمبر كام وجواك داتا قد ايه طبعا انت صفر رديت عليا بواحد انا مفيش داتا لكن بعد كده لما هتبقى 1000 وفي جوه 500 بايت او 200 بايت هترد عليا ب 1201 مثلا او 1501 صح فانا متابع الكلام دوت عارف حجم الداتا وعارف المفروض الاكنولوجمنت نمبر يبقى ايه فاكشولي هو بيكريت دايناميك اكسس كنترول ليست يعني هنا لما بتروح في هذا الاتجاه ده لو هي راجعه بيماتش ايه؟ الكلكو المرايه بتاعتي بيعملها اون ذا فلاي يعني اون ذا فلاي يعني انا بعملها في ساعتها جدع طلعت يبقى هو جاي عامل اي سي ال بالستيت تيبل ده اي سي ال موجوده بالستيت تيبل ده ثواني انا هنا دلوقتي الداتا وهي راجعه بيرميت سورس 160 1 2 3 4 80 الديستنيشن 113 4 4 5 6 7 ولازم يكون الاكسس نمبر كذا والفلاج كذا وسيكونس شفتوا الذكاء؟ يعني تبقى تعتبر الموضوع اعقد من كده بس هي الفكره كانها دايناميك اكسس ليست بيكريت اوت اوف لاين بيقول ان دوت عادي يبقى الستيت تيبل دوت هو انا احتفظت فعلا كده تصور انت بقى عندك هنا كام كام كمبيوتر في الشركه؟ في 200 جهاز كمبيوتر
كلهم يعملوا يفتحوا مواقع ويخشوا ويتصلوا على الانترنت مع كل كونكشن بيتبعته. يعني امر نت ستات اللي انا لسه بقوله دلوقتي، لو دخلت على 200 جهاز بتاعت نت ستات هيطلع لك لسه كل واحد عنده كام كونكشن، صح؟ فنت ستات على كل جهاز هو متوسط كل جهاز كمبيوتر مثلا فاتح 20 كونكشن بس، فبيطلع فيه الموضوع بيبقى اكبر من كده بكتير مع الانترنت دلوقتي. يبقى عندك 200 جهاز في 20 كونكشن، كل دول يا جماعه اللي هم الكونكشنز دي اكتف دلوقتي يعني استابلش وشغاله داتا رايحه جايه 220 يعني كام؟ 40 تمام 1000 يبقى 4000 كونكشن موجودين في جدول اللي اسمه الستيت تيبل عند مين؟ عند الخارج. بلاقي كل الكونكشنز دي. فهمت بقى الفكره؟ يبقى الستيت فور فاير وول، ده الفاير وول الحديث مش اي سيلز اللي هو من الكلام ده، اي سيلز اللي بتشوفه من الرجاله سهله جدا مش عارف، لكن الفكره كلها بتعتمد ان هو ستيت فول معناها ان هو عارف بالظبط ايه اللي بيحصل. مش مجرد الداتا وهي راجعه ابص ان هي ده هي راجعه، لا مش بس سورس كودز وديستريشن كودز بالتحديد. قول لي قبل كده زمان كنا عمرنا ما نعرف سورس كود لما يتقلب، يعني كان سورس كود انا ما كنتش اقدر اكتب لك اكسس ليست ابدا لان الكمبيوتر كل مره بيبعت رقم مختلف، لكن لما بقى عندك الستيت تيبل دلوقتي هو لوحده بيقول ده كان سورس كود هو رايح، يبقى هو راجع يبين ديستريشن كود. كنت عمرك بتعرف السيكونس نمبرز والاكنولجمنت؟ عمرك كنت هتعرف؟ لا دلوقتي بقيت اعرفه بالفايروس بيسجل الكلام ده كله عنده بحيث يقدر الداتا وهي راجعه يعمل ريفلكت للكلام ده كله من اكسس ليست ووات ايفر الطريقه اللي هو بيعملها بيها. هو ايه اللي بتعمل سيكونس نمبر ولا الحاجات دي؟ هي تي سي بي مش عارف ليه، هو بروتوكول تي سي بي. طب ايه علاقه السيشن ليير؟ هو اكشولي السيشن ليير تي سي بي. اوكي؟ يعني ده بقى الكلام بتاع الناس الكبار، عارف سيسكو تيجي تقول لك اوكي هو بيتكلم السيشن لاير بيفتح سيشن والكلام ده كله، بس اكشولي لا تي سي بي هو السيشن لاير وهو نفسه في الكونسبت بتاعنا دوت هو الترانسبورت لاير والسيشن لاير. دايما لما اجي اقرا النقاط دلوقتي مش عارف بقى يقول لك سيشن انشيت سيشن وده انشيت سيشن. هو تي سي بي هو اكشولي يعتبر هو اللي انشيت سيشن، هو اللي يعتبر لاير 5. اوكي؟ لما تقول لي ما ترانسبورت لاير ما هو يو دي بي ما بيعملش سيشن. فاهم فاهم؟ يعني لو انا ترانسبورت لاير بتكلم على تي سي بي يعتبر لاير 4 ولاير 5. اما يو تي بي يعتبر لاير 4 بس ما فيهوش لاير 5. يعني ده اللي بينشيت سيشن والدي سي بي لاير دي هي الترانسبورت لاير دي بتبعت السيشن هي اللي هو ايه اللي زاد هنا على الموضوع زي ما انت شايف اللي هو السيكونس نمبرز والكلام ده كله. فانا اكشن لما بقول الدي سي بي هنا بينشيت كونكشن فاكيد الحته دي بيقول عليها ان هو بيعمل حاجه اسمها استابلشنج الكونكشن والسي واي هاند تشيك هو ده السيشن لاير. السيشن بيمانج الكونكشن ده فهو دي سي بي هنا هو اللي بيمانج الكونكشن بتاعنا وهو ده يعتبر ايه؟ السيشن لاير في الحاجه اللي احنا بنشرحها دلوقتي. بس البورت نمبر والكلام ده كله من السيشن لاير. بالترانسبورت لاير. البورت نمبر والكلام ده كله بالترانسبورت لاير. انا بقول لك هو ما بين الاثنين ايه مشكله؟ اصل هقول لك ايه المشكله؟ المشكله ان السيفن لاير هو من حاجه ودي سي بي هي من حاجه فهو ما عندوش الكلام ده. سي بي هي اسمها ايه؟ لو فاكرين هي ابلكيشن وبعديها ترانسبورت صح؟ فهو اصلا في ترانسبورت هو السي دي بالترانسبورت وبيعمل الوظائف دي كلها اللي احنا قلناها. احنا لما كنا بنحاول نوصل ما بين الاربع طبقات والصلاه على طبقات بنقول ابلكيشن هنا بيساوي ابلكيشن وبرزنتيشن وسيشن هنا صح؟ والترانسبورت هنا بيساوي ترانسبورت هو ده اللي بيجيب اللخبطه. لكن اكشولي تي سي دي نفسه كبروتوكول الناس ما لهمش دعوه بالمودل بتاع ايزو. فاهمين الفكره؟ يعني اللي عملوا تي سي دي ما لهمش كاتش في السيرفر في الباك هوم المودل بتاع ايزو. فلو قريت الار اف سي بتاع تي سي بي هو فعلا هو المسؤول اللي بيعمل السيشن بيعمل كونكشن ستانسبورت يو دي بي ما بيعملش سيشن ولا في عنده حاجه اسمها سيشن. فاهم القصه؟ يعني سيبك بقى من الكلام اللي هو الجهود بتاع السي ان اي دوت احنا كبرنا على الحاجات ديت فابتدينا نتعامل بايه؟ لا الموضوع احنا عايزين نفهم هتلاقي الموضوع معمول بدرجه على البشر. تي سي بي اكشن هو السيشن في الايز وورد. طيب يبقى مش فاهم كده يعني ستيت اوف فاير شفتوا خطير في الحاجات الخطيره ازاي؟ انك تقدر تعمل الكلام دوت وتسجله عندك حاجه اسمها الستيت تيبل لما طور كانت يعني ثوره ساعتها الكلام دوت لما ايه؟ لما حصل. واضح؟ يبقى التاني بقى ليه اسمه ستيت ليس فاير هول ما عندوش جدول زي ده وما عندوش اي حاجه حاجه مجرد اكسس ليست ده متغير مش ثابت لا مع كل كونكشن انت بتفتحه ولا بتثبته عندي ثبته ازاي انا ممكن اتكلم بالبورت من ازاي والله اتكلم زي ما كنت بتفهم منك حتى معايا فاهم الفكره عامله ازاي انت اهو رايح تكلم سيسكو ولا رايح تكلم جوجل ولا فيسبوك ولا اي حاجه اي حاجه تبعتها مش هتعدى فاهمه بدل ما عدتها كده يعني انت اكشلي هنا بتبعتها بتحط لي هنا فيها البورس نمبرز والسيكونس نمبرز وكل حاجه بس اكيد عندي. يعني عارفين انت عارف كويس قوي ان انت لما كان سيسكو دوت كوم مش بتفتح كونكشن واحد. او من خلفه ام سي سيريك بس جربها انت في البيت. تلاقي بعد ما تفتح سيسكو دوت كوم او ياهو دوت كوم او اي موقع وتقول له نت ستات تلاقي ما شاء الله في 50 كونكشن فاتحه او 10 او 20 حسب.
الموقع عامل ازاي. كل دي كونكشنز مختلفه ببورت نمبرز مختلفه بستيتس مختلفه. فاذا عندي بروفايل محتفظ بكل الكلام ده كله مش مشكله. كل ما اغير كل ما هزود ده عندي. البي سي او اللاب ممكن بروفايل ممكن نستخدم سيرفيسز كتيره او السيرفيس طالع من بورت مختلف من البي سي. مش هيعدي على فرق مودم مش هيعدي على فرق مودم. لا اللي انا اقصده الجدول هيبقى كبير دي طبعا. ما انا بقول لك عدد البوكس اللي موجود عدد كبير جدا. ما انا عارف انا طبعا قلت لك عشان يعني انت فاكر فيها ليه؟ لو انا عندي 200 جهاز كمبيوتر اكشن ولا كده دي اكشلي اكتف على الماركتس بيتكلم كل مره واحد مثلا قاعد طبعا خمس ست مواقع وكذا ابلكيشن. فالطبيعي بتاع عدد الكونكشنز اللي موجود بير بي سي مش هيبقى 20 كونكشن زي ما انا قلت لك. لا ال 200 بي سي دول كل واحد عنده 1000 كونكشن عادي خالص. يبقى الفايل المحتفظ بكام؟ 200 في 1000 يعني 200000 سطر مستورد. طبعا انا مش بالبورت. انا كل كونكشن بفتحه كل كونكشن بفتحه ده يعتبر لوحده. كل سطر مش هيتنت ستاج هنا اهو كان بيخلص كانش لسه خلص. كل سطر في دول الكمبيوتر بتاعي فاتحه تمام مع اي حاجه ثانيه تمام هو ده يعتبر كونكشن. يعني انتوا طبعا لا مش هيبان لنا هنا بس انت زي ما قلت لكم انا هنا دلوقتي لما باجي للراجل ده كده ممكن تكون مثلا كل السطور دي كده هو موقع بس اللي هو مثلا سيسكو دوت كوم بس كل دول كده سيسكو دوت كوم موقع واحد بس انا فاتح معاهم كل كونكشن كده واكثر من كده كل كونكشن بتاعهم كل موقع سجل الكلام ده عنده يسجل ايه العرض. في بعض المشاكل بتحصل يعني هو الستيت اوف فاير مش بيرفكت وعنده ضعيف بتاعه بعض الاحيان بقى حاجه اسمها دايناميك مود. يعني انت ممكن تكلم الراجل دوت المفروض ان هو بيرد عليك بعكس الموضوع دي بالظبط صح؟ لا في بعض الابلكيشنز بتعمل حاجه اسمها دايناميك مود زي اكشلي اف تي بي يعني عايز كده فلما يجي يرد عليك يرد عليك مود ثانيه خالص. فمين حاجه غريبه تقولها دي مش نفس البورت اللي انا مستخدمها. فما يقدرش يعطيه ما يقدرش يفهمها ما يقدرش يتعامل معاها. ده مش اخر حاجه ده مش هو خلاص الكلام في كلام اكتر. فاذا الستيت اوف فايل هو خطير جدا وكان ثوره رهيبه بالنسبه لنا اول ما يحصل لانه عمل حاجه اسمها الستيت تيبل وبقت الداتا ماشيه كده بهذا الشكل وده الاساس بتاع الفايل الحديث. بس طبعا لسه بنضيف له حاجات كتير. الجدول ده كل اللي بيتسجل ثابت من الاتجاه يعني مجرد ان انا سيشن ما انت لما تيجي السيشن ما عرفت ان انت قفلت سيشن السيشن بتقفل ازاي يعني تايم اوت يا المسج اسمها فين تايم اوت اللي هو وقت معين بطلت تلعب خلاص اتقفل بعد وقت معين بالثواني يا اما بتبعت رساله اسمها فين فاكر ان هي فينش صح. فلو جت فين انا هشوف الوقت عدى المره بتسجل الوقت بتاعك خلي بالك كل ده بيتسجل برضه بالايه بالوقت تمام. فيعني في الاخر انا بتابع كل حاجه كاني قاعد على الجهاز معاك كانك فاتح نت سكان على كل جهاز شايف كل الكونكشنز اللي هي بقى بتاعي اللي هو الستيت تيبل ده بتاع ولا بتاع مثلا بقى الكونكشن لو اتقفل بتاع الظاهر حرفيا بيتمسح طبعا تمام عشان ده كله في الرام زي ما هو محمود كان بيسال طب كده هيبقى كام سطر تمام الكونكشن اللي اتقفل بيتمسح ولا ممكن يبقى هو زي البورت اليوزر اللي عندي الواحده بتسجل يعني فين لو عايز لو عايز تسجل الانفورميشن دي بس دي حاجه فيتشر انا بتكلم هنا على الستيت فور فاير وول هو وظيفته كده اللي انت بتقول عليها دي خاصيه زياده هو اوديتنج او اكاونتنج زي كده ولا عايز تعرف بالظبط ايه اللي حصل دي حاجه اوفر ايه موجوده طبعا اكيد. طيب يبقى زي ما انتم شفتوا هنا انا اعتبر شغال في الثلاثه لايرز دول نتورك ترانسبورت سيشن والفكره كلها انا بعمل حاجه اسمها الستيت تيبل وادي الاكزامبل بتاع الستيت اوف فاير وولز يقول لك ذا موست فيرستايل كومن فاير وول تكنولوجي هم اكتر حاجه عندنا فيها امكانيات واكتر حاجه منتشره حاليا دلوقتي وبيكزامن لاير 3 ولاير 4 سيجمنتس. They are also called stateful packet filters او stateful firewalls ساعات يسموهم application aware packet filters زي ما قلنا التسميه والحاجات دي. يعني على فكره بتيجي تدرس فايروز تبع سيسكو ممكن تختلف عن شركه ثانيه في التسميه بتاعت الحاجه يعني. They maintain a session table where they track all connections تمام وكمان بي recognize dynamic applications بتاعتنا وادي مثال زي ما انا قلت لكم ادي الكمبيوتر هنا ابتدى رقم واحد اللي هو بعد سورس ادرس بتاعه السيشن ادرس بتاع الثاني سورس بورت بتاعته السيشن بتاع الثاني معناه انه كان بيعمل عليه تلت والانيشال سيكونس بتاعته مش صفر هنا 991 ومفيش اكنولجمنت نمبر طبعا والفلاج سين الثاني رد عليه بسين اك بس رد عليه بايه؟ دول اتعكسوا البورتس اتعكست وانت بعت لي 991 فانا هرد عليك بالاك كام؟ 99092 ورقم انا كام؟ 92513 كل ده عمال يتسجل في مين؟ في الاستاذ دوت. يجي اي هاكر في النص هنا يا جماعه عايز يهاي جاك السيشن ديت او يعدي من السيشن ديت
او يبعت اي داتا هل ينفع يعدي من كل دوت؟ فاهمين؟ مستحيل. يعني انا بكلم ويب سيرفر وايه الهيدر جاي هيخش في النص. طب ازاي؟ معاش معهوش ابدا السيكونس نمبرز ولا البتاع بالظبط بتاع اللي شغال ولا اي حاجه من الحاجات دي، فاذا صعب جدا بالنسبه له ان هو يخدع، غير مثلا الاستابليش اللي هو كان بيخدع بس فلاج، يعني في الاخر كان بيخدع الفلاج اللي هو أك. لكن هنا لا، هتخدعني ازاي؟ انا مسجل كل حاجه موجوده عندي. طبعا اليو تي بي عنده قصه في هذا الموضوع. ليه؟ لان اليو تي بي مش اي حاجه، بص سورس ادرس ستيشن ادرس سورس بورت ستيشن بورت و... طب وبعدين؟ بسجل برضه الكلام دوت عندي عشان خاطر العوده بتاعته تبقى زيه بالظبط. لكن لو لاحظت ما فيش سيكونس نمبر في شهاده، البديل بتاعهم بيبقى حاجه اسمها تايم اوت، لان اليو تي بي سريع جدا جدا، المفروض ان هو ده وظيفته وان هو الطريقه بتاعته، فبيشتغل بالتايم اوت. بمعنى ان انت بعت رساله تاني ما ردش في خلال ربع ثانيه، خلاص بيترمى ده من السيشن. لو رد بعد الربع ثانيه مش هعديها، فاهمين القصه؟ عشان خاطر يبقى هو اليو تي بي سريع جدا. واليو تي بي طبعا قصه كبيره جدا، لو تعرف تكتشف ان معظم الاتاكس اللي بتتم النهارده كانت بتستخدم يو تي بي مش تي سي بي، لان التي سي بي بالاخر احنا قفلناه من بتاع دوت ومن الحاجات الثانيه اللي قلناها بعد كده. يعني الستيتفول فاير وول ده كده قفل التي سي بي، بحيث ان انت يعني الاتاكس بتاعته بقى هتبقى صعبه انها تعدي من فاير وول محترم. مش مستحيل طبعا، مش هتبقى مستحيل، الثغرات بتاعتنا ما شاء الله يعني. لكن بقول لك ان اكتر الثغرات اكتر والمشكله اكتر في اليو تي بي بكتير من التي سي بي، تمام؟ اللي هو كونكشن ليس ايه بروتوكول، وبالتالي مفيش سيشن ولا اي حاجه. ادي مثال ثاني اكشن. لو انا بقول لك انا عامل بيرميت اي بي 10.0.0/ تبر 24 رايحه الامي، الديناميك هيبرميت اكشولي تي سي بي الجهاز 209.165.203 ايكوال 80 للهوست 10.1.1 ايكوال 1500. دي الديناميك اس ال اللي هي كرييتد اون ذا فلاي زي ما قلتلكم في ساعتها، اللي هو خد السورس بتاع الاكشوال جهاز وحطه هنا خلاه ديستنيشن، وخد الديستنيشن اللي هو السيرفر اللي انا كنت بكلمه عليه 209 ده خلاه السورس، وحط ارقام البورتات. فاهمين ازاي؟ طبعا غير ان هو المراجعه بتاعت بقيه السيشن تيبل اللي هو البورت نمبرز والكلام ده كله اللي كان موجود، اللي مش البورت نمبر بس السيكونس نمبر والكلام كله اللي كان موجود فيه. المميزات والليميتيشنز. البنفيتس برايمري مينز اوف ديفنس، ده يعني الوسيله الاساسيه للدفاع بتاعتنا النهارده. سترونج باكيت فلترنج زي ما انتم شايفين. امبروفد برفورمانس، الاداء بتاعه احسن كتير من الباكيت فلترز. ديفنس اجينست سبوفينج ودينار اوف سيرفيس اتاك، مش كل السبوفنج مش كل الدراسه سيرفيس اتاك حاجه غير بتاعته، بس السبوفنج صعب جدا ان انت هتصور معاه بالستيتمنت زي ما احنا عملناه كده. ودينار اوف سيرفيس برضه ان هو حد يروح حسب انت مين بالظبط يعني. ريتشر داتا لوج، اوكي عندنا امكانيات لوجنج اكتر زي محمود بسال. طب انا ممكن احتفظ بالمعلومات دي؟ اه طبعا، يعني لو عايز تحتفظ بكل السيشنز بكل اليوزرز بتوعك فانت متصور هتعرف عنهم ايه، اوكي تقدر تعرف حاجات كتيره بيه. الليميتيشنز ايه؟ نو ابلكيشن لاير انسبكشن. احنا وصلنا ليفل 5 بقى، لير 5 مش كنا في 5؟ قال لك اه بس دي بعد كده. يعني ايه؟ يعني انت بتعدي الداتا رايحه جايه بس حاليا كده مثلا ما قلتليش الداتا اللي جوه ديت فيها ايه، واقدر اتحكم بدرجه الداتا نفسها ولا لا؟ اعديها ولا لا؟ على حسب الداتا نفسها. تقول ايه ما هو اتش لا، احنا قلنا اتش تي تي بي ده حاجه. جوه الاتش تي تي بي اكشولي ايه؟ يعني ايه هو اللي انا بعمله جوه الاتش تي بي؟ انا بطلب صفحه وباخد صفحه بستقبل صفحه، ماشي، مسجات زي اتش تي تي بي جيت واتش تي تي بي روت مثلا، دراسه البروتوكول نفسه. لكن مش بس كده، انا عايز ابلكيشن اعرف اكشولي الابلكيشن دي، هل اقدر امنع ابلكيشن معين شغال جوه الاتش تي تي بي؟ يعني الاتش تي تي بي ده بروتوكول. لا انا بتكلم ابلكيشن شغال جوه الاتش تي تي بي، بمعنى ابلكيشن بمعنى ايه؟ اليوتيوب ده ابلكيشن بيشتغل ب اتش تي تي بي، والويب سايت بتاع سيسكو دوت كوم ده يعتبر ابلكيشن بيشتغل اتش تي تي بي. انا عايز امنع اليوتيوب بس اعدي الويب سايت بتاع سيسكو دوت كوم، هل اقدر اعمل عايز كده بالسيت فاير وول؟ لا. هو ماله هو؟ يعني في ايه في الكلام اللي احنا قلناه له علاقه بان هو يوتيوب او ان هو هيعرف اصلا الباكت دي راح على اليوتيوب ولا لا؟ تقول لي استنى، طب ما هتيجي تعال نجيب الاي بي ادريسز بتاعت يوتيوب اللي هم طبعا عدد رهيب جدا، ونحطهم في اي سي ان، نقول ان ممنوع يخشوا على الاي بي ادريس بتاع اليوتيوب. وده اللي كنا بنعمله زمان، يعني اخش اجيب يوتيوب كل الادريسز بتاعته اللي هم ادريسز كتير، وقول للفاير وول ممنوع اي حد يكلم الاجهزه ديت او الاجهزه دي تبعت لي داتا. حلو كده ولا لا؟ منعت كده اليوتيوب؟ لا طبعا. منعتش اليوتيوب، ليه؟ ايه اللي ممكن اعمله عشان خاطر اعدي انه اليوزر يعدي من كذا كلام؟ بروكسي. تمام؟ انا دلوقتي مش لازم اكشولي اكسس اليوتيوب والاي بي ادرس بتاعه يبقى موجود في الباكت بتاعتي عشان خاطر انت توقفه، لو لقيت الاي بي ادرس بتاع اليوتيوب هوقفه، صح ولا ايه؟ لا، ممكن طبعا في بروكسي اللي هو وسيط في النص وهنتكلم لسه عنه، يعمل ايه؟ يخليني اعدي منك حاجه زي كده. اذا انا
اكشلي ببص ما زلت ليميتد بان انا ببص على الدي سي بي هيدر والاي بي هيدر لكن ما ببصش جوه. هو جوه بعد كده في ايه؟ اتش تي تي بي اس اس اتش اللي هي الابلكيشنز نفسها صح؟ وده الليفل اللي بعد كده اللي هو الفايرول اللي هناخده النوع الثالث. يعني كده خدنا الاولاني اللي هو الباكيت فلتر وخدنا الستيت فول تمام؟ لسه هنشوف الثالث. كانت فلتر ستيتلس بروتوكولز يعني ما يقدرش يعمل حاجه مع اي بروتوكول زي اليو دي بي زي كل حاجه حصل باليو دي بي في ستيت وستيت فبالتالي هعمله ايه؟ يعني امكانياته ضعيفه معاه. difficult to defend against dynamic port negotiation زي ما قلت لكم مثال الاف تي بي مثلا لما بيشتغل على dynamic ports زي الفويب الحقيقه actually برضه بيشتغل على dynamic ports بروتوكولات زي ساب مثلا فدول بيبقوا صعبين زي ما قلنا ان هو بيحتفظ بالبورتس معانا ازاي انا ابعت لك على بورت وانت ترد عليا على بورت فاهمين الفكره؟ احنا ابتدينا على بورت صح؟ تقوم جاي انت قالب على بورت في بروتوكولات ما ينفعش تشتغل كده هي معموله انها تشتغل كده. No authentication support دي كلمه غريبه يعني ايه no authentication support؟ يعني مع كل الكلام الجميل بتاعنا اللي احنا بنقوله دوت اللي بيعدي في الاخر بيتم بناء على اي بي ادرس. لكن انا ماليش دعوه مثلا بمين موجود على الاي بي ادرس ده. يعني انا مثلا ممكن اقول permit ان الاي بي ادرس كذا يطلع يخش على النت. رينج ده كله صح؟ لكن ما اقدرش اقول محمد يعدي يخش على النت ومحمود ما يعديش. تقول لا يا ما احنا نجيب الاي بي ادرس بتاع محمد هو انت عرفت منين الاي بي ادرس بتاع محمد وبتاع محمود؟ مش ثابتين احنا شغالين بي ار سي بي. بالظبط. طب يعني ايه القصه بتاعت هذا الموضوع؟ هل في ده معناه طبعا ان الفايرول الجديد في اوبشن حاجه زي كده اوثنتيكيشن سبورت اي كان اكشلي في الفايرولز الجديده اللي هي احدث حاجه بقى اللي بعد اللي بعد اللي جاي يعني هتقدر تعمل حاجه زي كده تقول محمود يخش على الفيسبوك ومحمد ما يخش على الفيسبوك بالاسم باليوزر نيم بتاعه مش بالاي بي بتاعه. طبعا الستيت ده مش كده العيوب بتاعتها هي اكشلي اللي فتحت لنا او الليميتيشنز بتاعها اللي فتح لنا اللي ايه؟ اللي بعد كده فنرجع بقى لاول صفحه خالص هنرجع تاني ورا لما كان بيقول الانواع فكنا اللي خدناه كده لغايه ايه؟ لغايه كده دلوقتي خدنا الاستاذ ده الباكيت فلترنج خدنا الاستاذ اللي الستيت صح كده؟ دول اللي اتكلمنا عليهم 3 4 هنا زودنا 3 4 5 فاضل لنا استاذ مين بقى؟ ابلكيشن جيت واي فايرول او ساعات سموها ابلكيشن لاير فايرول ابلكيشن سنتريك فايرول وات ايفر الاسم بتاعه واضح من اسمه جدا وواضح طبعا من الرسمه بتاعتنا ايه الكلام وصل فين دلوقتي يا باشا؟ لاير 7 الاستاذ بقى الفاير وول ده بيقول لك ايه؟ انا ببص اكشلي على اللاير 7 داتا اللي موجوده جوه بقدر افحصها وافهمها واتعامل عليها. وده اللي يقدر يوصلنا للليفل اللي بعد كده. كده كنا بنحمي الشبكه بتاعتنا ان محدش يقدر يكلمنا من بره والكلام ده كله لا انا اكشلي اقدر احمي الداتا من نوع احمي الداتا بتاع سوري من نوع داتا معين او حاجه معينه جايه لنا عن طريق طبعا ان انا الراجل ده بيفحص اللاير 7 نفسها اللي جوه فزي ما قلنا مثلا يعني مثال عبيط طبعا مش هو مش هيخش خطا كده بس مثلا ان انا اقدر دلوقتي لو انا عندي فاير وول بيقدر يخش لغايه الابلكيشن لاير ان انا اقدر اقول اليوزر ستوري يقدر يخش على الفيسبوك واكشولي الابلكيشن بتاع الفيسبوك يقدروا يعملوا لايك مثلا يقدروا يعملوا لايك على حاجه لكن ما يقدروش يعملوا كومنت او يقدروا بيعملوا بوست لكن ما يقدروش يتفرجوا على فيديو على اليوتيوب على سوري على الفيسبوك فيسبوك فيديو او ما يقدروش يا بتاع دوت يعملوا جيمز مش اسمها فيسبوك جيمز شوف ازاي طب انت هتعمل الكلام ده كله ازاي مش هتقدر تعمل الكلام ده كله بقى اكشولي تقدر تبص في الداتا من جوه بص في الابلكيشن اللي بقى تي سي بي ولا سيشن ولا كل الكلام اللي احنا عارفينه على النتورك ما يوصلكش الحته دي صح الحته دي كله لازم تبص اكشولي جوه في الابلكيشن نفسها تقدر تتعرف على الداتا اللي ماشيه والموجوده جوه وده اللي هو الابلكيشن جيت واي فاير وول في منه انواع كتيره وطرق كتيره للتطبيق في اكشلي فاير وولز سبيسيفيك لابلكيشنز معينه انا اكشلي اقدر احط اتش تي تي بي ويب فاير وول ابلكيشن بس يعني بيسموه الويب ويب ابلكيشن فاير الويب سوري ويب ابلكيشن فاير وول دبليو اي ويب ابلكيشن فاير وول واضح من اسمه هو مخصوص لمين؟ للاتش تي تي بي بس ممكن اعمل فاير وول مخصوص للاس ام تي بي والايميل فقط ده معمول لايميل ابلكيشن فايرول دي القصه ده بيعمل ايه بيفحص لير 7 بتاعه الايميلز بس وتاني بيفحص لير 7 بتاعه مين ال اتش تي تي بي بس طبعا دول من اهم الاثنين اللي هي الحاجات اللي ايه اللي موجوده عندنا ابلكيشن انا بتكلم على الداتا كلها ماليش دعوه بالديفايس انا فاير وول بحطه في النص بحيث الداتا تعدي عليه صح البورت مين هو ده هو ده البورت مين هو كده اللي انت بتقول عليه ايوه انت بتقول الجهاز الحاجه نفسها ايه؟ لا لا الفيتشرز لغايه دلوقتي انا لغايه دلوقتي خلي بالك لغايه دلوقتي عمال اقول لك انواع التكنولوجيز بتاعت الفايرول اللي قلت لك هم اكشلي مش موجودين فين؟ ما
بمعنى طب انا بيتكلم انا ما بنقولش عليه جهاز بنقول عليه ابلاينس. هل كل الكلام ده كله ممكن يكون على ابلاينس ولا ممكن يكون بس سوفت وير وممكن موجود بشكل ايه بالظبط؟ فيرتشوال ده بقى اللي هنتكلم عليه تمام. بس ده اللي هو الشكل بتاعه، انا بتكلم على التكنولوجي بتاعته غير الشكل بتاعه بس طبعا ينفع. فاذا زي ما هو قال محمود قال فورتي ميل ده حاجه مشهوره جدا تمام، عندهم سوليوشن بتاع فورتي نت اللي هو وده بالنسبه فورتي ميل ده متخصص فقط في الايميل اكشوال ثينك انا لسه فاتحين البي دي اف اي ثينك يعني. فده بتاع فورتي يس بتاع فورتي. هنا في الاول جايبين الفايرولز والكلاود بتاعتهم مش عارف ايه، زي مثلا عندهم سوليوشن اسمه فورتي مانجر، فورتي انلايزر، فورتي اوثنتيكيتور. ده مثلا على فكره ده البديل بتاع اي سي اس وايس. فورتي اوثنتيكيتور زي ايس عند سيسكو اللي هو اللي احنا لسه بنتكلم عليه اللي هو تريبل اي سيرفرز والكلام ده كله، بتاع ماكسيمم ناس ديفايس يعني ده بيسبورت 50 جهاز 50 راوتر او سويتش مثلا، ده بيسبورت 200، ده بيسبورت 1000 4000 وهكذا. وايرلس اكسس بوينتس كيو اكسس سويتش او فورتي ويب، شايفين فورتي ويب ده اسمه ايه؟ ويب ويب ابلكيشن فايرول اسمه ايه؟ فورتي ويب. واضح ان هو ده ابلكيشن فايرول بس مخصوص للويب بس. والتاني طبعا هو عدى ولا ايه؟ كان فوقيه على طول فورتي ميل مسجنج سكيورتي سيرفر، وزي ما شايفين بيتكلم على ايميلز تمام؟ كله انا اقدر اسبورت كام ميل بوكس، انا اقدر اسبورت ستورج كباستي قد ايه؟ كل حاجه ديت عباره ان هو بيبحث الابلكيشن لاير بس متخصص بحاجه معينه. يبقى الابلكيشن لاير جيت وابلكيشن لاير جيت واي ابلكيشن لا بلاش ابلكيشن ابلكيشن جيت واي فايرول ابلكيشن لاير فايرول ابلكيشن فايرول ايفر اللي هو بيفحص لغايه لاير 7 زي ما انتم شايفين، وده معناه ان هو بيعمل حاجه يعني كثيره جدا ان هو يبص في الداتا نفسها، ممكن يبقى سبيسيفيك في بروتوكولات معينه او ممكن يبقى مش سبيسيفيك حسب تمام. الامبلمنتيشن بتاعه بيبقى عامل ازاي عشان خاطر الكلام ده كله احنا قلنا كده الثلاث انواع دول ميكس يعني ايه؟ يعني انا ممكن يبقى عندي جهاز ده بس جهاز قديم قوي، ممكن يكون عندي جهاز ده بس، ممكن يكون عندي جهاز ده بس، ممكن يكون عندي جهاز فيه الاثنين دول او في جهاز فيه الثلاثه دول او في جهاز فيه الاثنين. فاهمين الفكره؟ يعني ميكس اند ماتش حسب السوليوشن، بلاش جهاز حتى انا عمال اقول جهاز وده غلط. السوليوشن اللي عندك بيقدر يطبق ايه من التكنولوجيز دي؟ فاهمين؟ فكر ان دي تكنولوجيز وجهاز عندك بيقدر يطبق ايه منهم تمام. يعني انت لو تيجي تخش، انا كنت برضو فاتح الايه الموقع بتاع حد منهم مثلا، فتحت فاير وول اهو بتاع فورتي نت الصفحه بتاعته تمام. ايه بيقول لك الانواع تمام، جميل جدا. ناخد مثلا الميد رينج فاير وول اللي هو المتوسط، جميل جميل. يبدا يقول لك الفيتشرز ايه اللي موجوده فيه ايه تمام. يعني هنا ده طبعا النوع اللي هو الاكيد اللي هو اسمه نيكست جن. هتكلم عليه ايوه ده اللي انا عايزه. تكنيكال دوكيومنتيشن والداتا شيتس، لو فتحت بقى الداتا شيتس دي حسب الموديل اللي انت عايزه طبعا هنا تمام، هتلاقي بقى يبدا يتكلم ايه الفيتشرز، ايه الخواص من اللي احنا بنقول عليه دوت اللي هو موجود تمام. طبعا كل الفاير وولز كديفايسز او ابلاينسز حديثه هي ستيتفول فاير وول وباكيت فاير وولز او باكيت فلتر، طبعا دي حاجه يعني ايه من هيفا اللي هي الاي سي ال، لكن اكيد كلها ستيتفول. بس ايه بقى بعد كده؟ ايه اللي تقدر تعمله في الابلكيشن؟ ايه الفيتشرز بتاعتها اللي تبقى موجوده؟ ونفس الكلام على فكره في سيسكو. يعني فتحنا هنا اهو سيسكو، انا فاتح السكيورتي برودكتس بتاعتهم، ومثلا لو نزلنا فاير وولز اهو وفتحنا الصفحه الرئيسيه بتاعت فاير وولز ويبدا يقول لك بقى ايه الفيتشرز اللي موجوده وايه الموديلات اللي موجوده وايه اللي تقدر تعمله. يبدا يقول لك بقى شايفين دي مثلا تمام، يو ار ال فلترنج اي ام بي كيشن فيزيبيليتي كنترول ان جي اي بي اس، كل دي الفيتشر. فعشان كده عايز اقول لك ان كل ده بقى شيء طبيعي دلوقتي في الفاير وول الحديث النهارده، كل الكلام ده بقى موجود فيه واكتر اكتر، ده لسه هنقوله. طيب other methods of implementing firewalls include a host based server and personal firewall ده بي سي او سيرفر. طبعا كل البي سيز عندنا منهم الجهاز بتاعي والجهاز بتاعك دلوقتي اللي انت قاعد عليه، فيهم بيلت ان فايروالز ويندوز بس طبعا في ويندوز فايروال سيرفر، السيرفر بتاعنا اللي هو ايه فايروال طبعا شوف اوكي. في بي اف سنس ما سمعتوش عنه، ده سيرفر لينكس مخصوص اسمه بي اف سنس، ده كتير جدا جدا واي ثينك مجاني او اوبن سورس، يعني بتنزله على سيرفر عندك والسيرفر ده مثلا تركب فيه كارتتين نتورك وتنزل عليه بي اف سنس وكده بقى فاير وول. ده بقى ديفايس كده كانه ديفايس فاير وول، هو عباره عن اي فاير وول لازم يتوصل بحاجتين على ممكن ثلاثه ممكن اربعه ممكن خمسه كمان يعني اوكي. ترانسبيرنت فاير وول يبقى الهوست بيز ده اللي هو سوفت وير بينزل على جهاز سواء كمبيوتر او سيرفر، بيرسونال طبعا ده مشهور جدا. ترانسبيرنت فاير وول يقول لك انت صعب تعمل بتيونا بير اوف بريدج انترفيس، ايه الكلام الغريب ده؟ ده ترانسبيرنت شفاف يعني ما بتشوفوش انت في لاير 3، فبيتحط في النص مثلا
ما بين السويتشين مثلا تمام، بنسميه ترانسبير ده عشان انت مش شايف. يعني انا مثلا هنا بالنسبه لي الفاير وول اكشلي بتشوف لان له اي بي ادرس، يعني طبيعي الفاير وول بيبقى له اي بي ادرس اوكي. مثلا في شركات كتيره جدا الفاير وول هو الديفولت جيت واي بتاعك، مش الراوتر، الفاير وول هو الديفولت جيت واي بتاعك، فهو نقطه من النقاط يعني واحد من الهوبس. لكن انا اكشلي ممكن احط فاير وول سواء اضافي او هو الاساسي اسمه ترانسبيرنت او شفاف، بمعنى ان الداتا بتعدي عليه ان انا حطيت في نص مسار الداتا، لكن هو ملوش اي بي ادرس، ملوش اي بي ادرس في وسط الداتا. فلما تيجي تعمل تريس مثلا، تيجي عارفين اعمل تريس راوت صح؟ في الفاير وول عادي بيطلع لك، لكن الترانسبيرنت ده مش هيطلع لك. حطه زي سويتش، هو في النص كانه شغال، هو مش شغال لير 2 بس انا مش عايز اقول لك ان هو سويتش، بس هو زي سويتش، هو بريدج ما بين الاثنين. وده غالبا بيبقى حاجه اضافيه يعني ما حدش بيستخدمه في حاجه اساسيه. في بقى هايبرد فاير وول، الطبيعي النهارده ان انت كومبينيشن معاك ابلكيشن انسبكشن فاير وول مع ستيتفول فاير وول مع ابلكيشن جيت واي فاير وول مع كل الكلام اللي احنا قلناه واكتر بكتير، هو ده الطبيعي اللي انت بتاخده النهارده اوكي. ده قلناه اوريدي اللي هو الباكيت فلترنج والمميزات والعيوب بتاعتها، خلاص مش هنرجع لها تاني. والستيتفول نرجع بقى لقدام كل ده قلناه عشان نوصل بقى للزعيم. مين الزعيم؟ اخر حاجه بقى واللي هو الاسم بتاعنا النهارده والحاجه اللي بقى شايف سنتين ولا ثلاثة فيها الله أعلم أوكي. كانوا لازم يسموا الفاير وول بعد التطورات بتاعتنا دي كلها، الفاير وول الجديد بقى اللي أنت شغال بيه النهاردة كان لازم يقول له اسم، أنا أقول له اسم NGFW، بس ده اسم أنا عايزك تفهم إن هو اسم بزنس، يعني اسم ده اسم بزنس مش موضوع تكنيكال، بس هو أوكي خلاص إحنا كلنا بنشتغل بيه. فـ NG أو Next Generation Firewall NGFW هو الأساس دلوقتي. أنا عندي فاير وول، لا يا عم أنت ما عندكش الـ NGFW، ما عندكش الـ Next Generation Firewall، أنت عندك فاير وول بتاع سيسكو، بتاع سيسكو شاريه من سنه اسمه ASA، لا ده ترميه ليه كده ماله؟ لا خلاص نيكست جنريشن، انا معايا فورسي نيت مش عارف ايه كنت جايبه من سنه ونص خلاص برضه راحت عليه. في دلوقتي نيكست جنريشن، فاهمين القصه؟ فالنيكست جنريشن فاير وول ده او الجيل الجديد ماله بقى ده؟ كل اللي احنا قلناه بلس بقى اتفضل. جرانيولار ايدنتيفيكيشن فيزيبيليتي اند كنترول اوف بيهيفيرز وزين ابلكيشن، ايه الكلام ده كله؟ بيقدر يايدنتيفاي او يعرف الابلكيشن visibility يعني يشوف ال applications و control of behaviors within applications زي الكلام اللي انا لسه كنت بتكلم عليه اللي هو like where او كان role application. يعني هنا بنتكلم ان هو في الابلكيشن لاير وبقدرات اقوى بكتير كمان من اللي فات، لدرجه ان هو يقدر يعمل inspection لل HTTPS traffic. HTTPS متشفره، HTTPS دي متشفره عن طريق حاجه اللي هي اسمها SSL او secure service layer، ده الانكربشن بتاعها زي هنتكلم عليها ساعه في الانكربشن شابتر الانكربشن ان شاء الله. بس ازاي تقدر تعمل هاسكت؟ يعني الداتا اللي هي ماشيه هنا زي ما انتم شايفين احنا بصينا عليها دي، بصينا على الهيدرز بتاعتها، بس الداتا لو جوه متشفره هل اقدر اخش بقى واعرف انت بتعمل لايك ولا بتعمل مش عارف ايه؟ صح؟ ما اقدرش. اكشلي تقدر تعمل حاجه اسمها اس اس ال انسبكشن. ازاي؟ قصه كبيره، قصه كبيره وموضوع معقد حقيقه، لكن لو انت في شركه من الاخر مختصر ومفيد شغال في شركه وقاعد على جهاز كمبيوتر بتاع الشركه وهم عندهم فاير وول يقدروا يعملوا اس اس ال انسبكشن ويشوفوا كل الترافيك بتاعتك اللي متشفره بال اتش تي بي اس وتماما بدون اي ما انت تقدر تعمل اي حاجه. ازاي؟ هنفهم الكلام ده اكتر بعد كده قدام، لكن قلت لك حاجه اسمها السيرتيفيكتس واجهزه مخصوصه او حاجه مخصوصه اسمها اس اس ال انسبكشن، يعني اكشلي ممكن يجيبوا جهاز مخصوص لان العمليه دي متعبه حتى بالنسبه للفاير وولز الحديثه ان هم يعملوا اس اس ال انسبكشن. اسمه SSL Inspection، ده بدل ما يقولوا HTTPS يعني، بس هو ده البروتوكول اللي بيشغل HTTPS. تاني حاجة Restricting Web and Web Application Use Based on the Reputation of the Site. ها؟ Reputation of the Site، سمعة الموقع، وتبدأ بقى تكتشف الـ NGFW دول اتهوروا خالص. إزاي؟ إن بقى حضرتك بتشتري الديفايس مثلا و أو السوفت وير، بلاش ديفايس، ممكن يبقى سوفت وير، وبتشتري كمان معاه سبسكريبشن. تشتري معاه إيه؟ اشتراك. ازاي؟ بتشترك في خدمه تبع فورتي تبع بالو تبع سيسكو، ومن ضمن الحاجات الكتيره اللي بتقدمها الخدمه ديت هنتكلم عنها، بس حاجه اسمها ريبيتيشن سمعه. ان اكشولي الداتا وهي طالعه مش بس تقدر تعرف انت رايح سيسكو دوت كوم او مثلا خلينا نتكلم في موقع بعيد عن المواقع المشهوره مثلا، نتكلم في اوكي انا مثلا رايح موقع نتاكات مثلا، نتاكات ده مش حاجه مشهوره، هو نتورك اكاديمي بتاع سيسكو، انا رايح نتاكات دوت كوم. طب افرض حد تاني ضحك على الناس ولا حاجه وعمل نتاكات دوت نت، وده اكشلي موقع بتاع مالوير وموقع انفكشن والكلام ده كله، هو اكيد هم واخدين الموقع يعني، او نتاكات دوت تي دي مثلا، فاهمين انتوا الطريقه ديت؟ او حتى انا كنت وريتكم اللي هو تويتر، فاكرين تويتر اللي هو تي في في؟ قلت لكم ده موجود يعني، بس اوعى تفتحه ابدا، هو شبه تويتر بس حلو قوي، ده ما يعديش من فاير وول نيكست جنريشن.
لان لو انت بعت الريكوست هو بيبش جوه ان انت عايز اتش تي تي بي ريكوست لتي في في انتر مثلا. طب هيعرف منين؟ عنده حاجه اسمها الريبيتيشن السمعه، يقدر يبص على اليو ار ال دوت سمعته كويسه ولا وحشه وبدرجات بقى. لا الراجل ده ما خشوش خالص، الراجل ده خش بس هتبقى خليك حاجه محدده مثلا، الراجل ده خش عادي وهكذا. والريبيتيشن دي طبعا ملهاش اي فايده لو ساعه ما اشتريت الفايرول وخلاص، ده سبسكريبشن. يعني النهارده ممكن نتا كات دوت كوم اكشن اللي هو بتاع سيسكو بقى الاصلي يحصل له انفكشن. الكلام ده طبعا ما حصلكش قبل كده لو واحد من المواقع اللي انت بتستخدمها، غالبا الكبيره نادر بس ممكن يحصل. مواقع من المواقع الصغيره اللي بتستخدمها وتيجي تخش عليه تلاقي جوجل ما طلعها، ما رضاش يطلعه لك. جوجل نفسه هو البراوزر ده مثلا بتاعك طلعت لك صفحه حمراء كده ويقول لك ايوه الصفحه الحمراء دي، وجوجل يقول لك لا ما لما انا كنت لسه داخل عليه امبارح عايز اقول لك لا ذيس از بين ريبورتد از ان اتاك سايت. اللي حصل لصاحب الموقع دوت، انا يعني احنا عندنا موقع بتاع الشركه بتاعتنا حصل فيه قبل كده، الموقع واحد قدر يخش عن طريق الموقع بتاعنا شغال كله بي اتش بي، فقدر ينفكت الايه البي اتش بي عندنا على الموقع بتاعنا. بحيث دلوقتي اي حد فيكم كان عايز يخش على الموقع بتاعنا المفروض ما يخشش، لان لو دخل ايه اللي هيحصل؟ هو كمان هيصاب بالمال وير دوت. فهمت القصه؟ فالكلام ده حصل عالجناه احنا والدنيا اتصلحت. كل ده اسمه ريبيتيشن. فخلال الموقع ما يكون متصاب اول ما حد يكتشفه بيتبلغ عنه بيتعمل الريبيتيشن بتاعته، شكرا ما حدش المفروض يخش عليه لو انت عندك الام جي بتاعته اتصلح اكده ويطمنه بعد فتره ويرجع تاني الريبيتيشن بتاعته ترجع تبقى كويسه. فاذا ده لازم سبسكريبشن ولا لازم بقى اشتراك وتخش في المصطلح بتاعته على طول. برو اكتف بروتكشن اجينست انترنت ريتس. برو اكتف معناه ان هو قبل ما يحصل برضه ده ممكن تعمله فاتوره كتيره جدا، يعني مش عايزين نفتح كلام كتير قوي في الصفحه دي لان ممكن نقعد نتكلم فيها ساعتين. بس مثال سريع مثلا نفس الحاجه اللي فاتت بس بالنسبه للاي بي ادريس مثلا، في دلوقتي دوس دينايل ديستريبيوتد دينايل سيرفر اتاك بيحصل دي دوس من اجهزه الزومبيز. فاكرين اتكلمنا على الزومبيز والكلام ده كله. فدلوقتي الزومبيز دول بيعملوا اتاك على موقع في السعوديه، بس موقع في السعوديه دوت بتحميه احد اجهزه سيسكو مثلا اوكي، فابتدوا بيحاولوا يوقفوا الاتاك. بس الاتاك بيحصل ممكن يقع اكشن، بس وهو بيقع او بعد ما يقع او الاتاك هو بيحصل بيريبورت الكلام ده لسيسكو وبيبعت مع الريبورت الاي بي ادريسز بتاعت الاجهزه اللي هي مظلومه. بس الاجهزه دي كلها مشتركه في ايه؟ في الدي دوس ده، في الاتاك اللي هو الدي دوس اللي بيحصل. كل بقى الفاير وولز بتاعت سيسكو والاجهزه بتاعت سيسكو حول العالم اللي مالهاش دعوه اصلا ولا بيحصل لها اتاك ولا حاجه، تقوم جاي تداونلود حاجه زي بلاك ليست. تقول لك خلي بالك الاي بي ادريسز دي حطها في البلاك ليست عندك، اي حاجه تجي لك منها يعني هم مظلومين بس انا ماليش دعوه، اي حاجه تجي لك منها دلوقتي ما تقبلهاش. فهمتوا القصه؟ فاذا انا بروح انا بحمي نفسي انا ان انا ما حصليش حاجه لسه، انا بعمل حمايه ردع يعني قبل ما يحصل او وقايه، وقايه قبل ما يحصل الاتاك. هي ايفنت ممكن اللي اتمنع ليه ده؟ انت فاهم انا بقول عليه الزومبيز اللي هو الاجهزه بتاعت الناس العاديه اللي قاعده في البيت ما تعرفش ان الجهاز بتاعها اتخطف وحد عمال يعمل اتاك دي؟ ماشي ما هو مش هتاكر، هو مش هاكر، هو هيقفل الراوتر ليه؟ هو انا مشكلتي في الهاكر والانفكت الجهاز ده ابديت بقى ابديت على طول. ما كل ده ابديت وهم بعد ما يبطلوا الاتاك والاجهزه بتاعتهم هتتشال الرقم. فاهم الفكره ازاي؟ الموضوع ابديت مش اللي هو دلوقتي كان لفتره مؤقته او الحين لغايه ما تحصل حاجه. Enforcement of policies based on the user device role application type and threat profile. What ايه الكلام الغريب دوت؟ يعني نعمل بوليسي بناء على اليوزر الديفايس الرول. ارجع افكرك بمين لما شرحناه؟ ايس. فاكرين لما شرحنا ايس؟ وقلنا ان ايس دلوقتي بقى يقول لك تعالى بقى انا مرتبط باكتيف دايركتري، بس انا مش بس كده ده انا مرتبط بكل حاجه وعارف كل حاجه. لما يجي اليوزر يخش على الشبكه اللي شرحناه النهارده فاكرين ان هو داخل على الشبكه بالسويتش 802.1 اكس اللي قلناها دوت صح؟ اتوصل دخل اليوزر نيم والباسورد بتاعه اللي هو باكتيف دايركتري. ايس يسجل عنده ان اليوزر ده دخل من على السويتش يبقى معايا هنا في الشبكه صح؟ اذا الراجل دوت يبلغ الايه؟ الفاير وول دلوقتي او الديفايس بتاعت السكيورتي بتاعتنا اي حد عايز يعرف يعني مش لازم هو يبلغ اكشلي كلهم بيروحوا يسالوا ايس مثلا. لو عايزين تسالوا على الراجل دوت انا معايا المعلومات بتاعته. يا ترى هو داخل واي فاي من الجهاز بتاع الشركه ولا واي فاي من جهاز مش بتاع الشركه ولا واي فاي من موبايل ما فيهوش انكربشن شغال؟ فاكرين القصه اللي احنا قعدنا نحكي عنها ان هو يقدر يعرف الكلام ده كله عن طريق بروفايل اجهزه وبينزل سوفت وير بطريقه معينه وحاجات تحس ان هو يعرف الموضوع ده؟ لا الراجل ده داخل بي بي ان، لا الراجل ده داخل كذا، لا الراجل ده داخل من البيت، لا الراجل ده داخل الساعه 4 الصبح. وبناء على دوت نوصل بقى اللي بقول لكم عليه ان انا اقول في الفاير وول مش الاي بي ادرس بتاع محمد بتاع محمود، لا انا بقول ان محمود مهما كان الحته اللي داخل منها والديفايس اللي داخل منه والوقت والمكان مسموح له بكذا كذا كذا، ماليش دعوه بالاي بي، انا بشتغل بالايدنتيتي تمام. اما محمد او عبد الله الايدنتيتي، فاهمين القصه؟ فتقدر تعمل الكلام دوت عن طريق ان الفاير وول دلوقتي بقى مرتبط بالايه؟ بالحاجات اللي هي الاوثنتيكيترز الموجوده عندنا زي الايس وزي بتاع فورتي ميت.
كله في الايس، الايدنتيتي موجوده في ايس والرابط باكتف دايركشن، ده اللي بيبقى عارف الكلام ده كله. بعد كده كله بقى ما هو القصه كلها بيبقى في شبكه من اجهزه السكيورتي لازم يكلموا بعض. لا انا قصدي وهو بيتكلم وبيبعت باكت بعدين، ما فيش انا دلوقتي مش بفلتر بناء على الاي بي بتاعك هو عشان يخش، انت بتقول باكت حد بيبعت باكت. طب ايه اللي خلاك تعدي على الفايروت؟ انت لو جوه الشركه انا مالي وملك، يعني انت جوه الشركه سواء اكسس عادي وايرلس مش عارف انت من بره بالظبط. طب انت عشان تخش من بره دخلت ازاي؟ في بي ان صح؟ وعشان تخش في بي ان لازم تعدي على الايس، مين اللي بيوثنتيكيتك اصلا ويدخلك في بي ان؟ ايوه انا قصدي انا هبص على ايه؟ الفايروت علشان اعرف هو بقى دي الفكره اللي انا بقول لك دلوقتي. الايس دلوقتي مش انت بتعدي وبتعمل زي لوجن كمان بيحصل كده وحاجه كده، وانت بتعمل لوجن مين هيعرف؟ النكست جنريشن فاير وول هيعرف ان انت بتعمل لوجن دلوقتي، وهيكلم الايس يعرف منه انت مين وايه بالظبط ويحدده عنده، وبناء عليه هيعمل زي دايناميك اي سي الز والكلام اللي احنا قلنا عليه بايه اللي مسموح لك. هيبقى انت بالظبط طول ما ده كده بقيت انت مرتبط في السيشن ديت بكل اللي انت بتعمله عشان الايس قال لي ان انت كذا كذا كذا. فاهم قصدي ازاي؟ وده بيتغير بناء على كل العامل زي ما قلنا ممكن تخلق ايه الديفايس، مين انت فين، الوقت، الكلام ده كله، كل ده بيرتبط كله مع بعضه بحيث يبقى حاجه اسمها كونتكست اويزر. انا ما فاهم ده ايه بيحصل تبع ايه، مش مجرد بس اي بيز وارقام، ده اللي احنا عايزين نوصله. تمام؟ ايه تاني؟ performance of NAT VPN and SPI. طبعا بيقدر اكيد النات جزء اساسي من اي شغل فاير وول، وفي بي ان طبعا زي ما هنشرح ان شاء الله، اس بي اي اللي هو ستيتفول باكيت انسبكشن اللي احنا اتكلمنا عليه، ستيتفول اللي هو الستيتفول فاير وول عادي بتاعتنا. اخيرا بقى ان الضم كمان جوه النكست جنريشن فاير وول ضمينا جهاز كمان اللي هو جواه بقى جواه، قبل كده كان جهاز براه اسمه الاي بي اس، دلوقتي بقى جوه الفاير وول الاي بي اس اختصار انتروجن بريفنشن سيستم، جت سيرته قبل كده. واكشلي الشطر الجاي شطر 5 اي ثينك 5 او 6 ثينك 5 ده اللي هو الاي بي اس، الشطر اللي جاي او اللي بعديه هيبقى الاي بي اس. واحنا ده من ضمن الشابترز اللي بقول لكم هيحصل فيها تعديل غريب، ان انا هشرح لكم واقول لكم اوكي يا جماعه الاي بي اس اهو كلام نظري وبعدين انسى الكلام ده كله. ليه؟ لان مفيش النهارده حاجه اسمها اي بي اس. طب لو عينا في المنهج سي سي ان سكيورتي ولسه ما اتحدثش، من ضمن النقط اللي قلت لكم ان هي الدنيا ماشيه سريعه ازاي؟ المنهج ده ما بقالوش فتره كبيره، والاي بي اس دوت كحاجه لوحده كده ستاند الون يعني ما بقاش موجود. امال ايه اللي بقى موجود؟ بقى ان هو جوه النكست جنريشن فاير وول، وبقى اسمه اكشلي حقيقه، مش كنا لسه فاتحين الموقع اهو شايفين ايه؟ Next Generation Intrusion Prevention System IPS، يعني هو كمان NG IPS ده جوه ال NGFW اللي هو Next Generation Firewall. وايه الفرق بين الـ IPS والـ IPS؟ لا قصة ما شرحناش، وانا بقول لك اسماء وحروف، احنا عارفين ايه الـ IDS والـ IPS؟ بنعرف الـ Intrusion Detection. بقول لك عندنا شابتر بنتكلم في الموضوع ده. ها؟ WFIA فين؟ Next Generation Firewall. Next generation firewall. هو مش كلمه واحده. فزي ما انتم شايفين بص هنا برضو يعني عايز زياده كمان، اتفضل يا سيدي. احنا قلت لكم ان في اي بي اس بقى موجود جواه يو ار ال فلترنج، يعني انا اقدر افلتر باليو ار ال مش الاي بي، ولا مش عارف انا ببص جوه وبشوف زي مثلا زي ما قلنا السمعه والحاجات دي كلها. Advanced malware protection، وده قصه كبيره اكشلي، اسمه الاي بي بي ديسكفر تراك كونتين اند بلوك ذا بروجريشن اوف نتورك بيزد ادفانسد مالوير زيرو داي اتاكس اند بيرسيستنت ثريتس. فاكرين المالوير؟ اتكلمنا عنه في شابتر 1، الفيروس والورم والتروجن هورس، مال الفاير وول ولا الكلام ده؟ خلي بالك، يعني فاكر ده كده الفاير وول ماله ولا الكلام ده؟ رايحين نتكلم على باكتس وديرز والكلام ده كله، ازاي؟ لا دلوقتي بقى بيلتنج جواه حاجه اسمها اي ام بي، ده الاسم بتاع سيسكو، الاسم بتاع اسمها ايه هنا؟ مثلا ممكن يكون ساند بوكس، يعني ممكن اللي هو ادفانس ثريت بريفنشن سيستم، تمام؟ عن طريق حاجه اسمها ساند بوكسنج وسكاننج، اي بي سكاننج اند فيروس. ده الفاير وول ده بقى انتي فيروس، وبقى حاجه اسمها ساند بوكس، وبقى 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 بقى حاجات كتيره وغريبه جدا جدا كميه الامكانيات اللي بقت ايه موجوده فيه. فطبعا تقدر تقرا الكلام ده كله، واكشلي من غير ما تقرا ممكن ابسط من كده بكتير، تتفرج على الفيديو ده في خمس دقائق او حاجه عادي، يقعد يكلمك على هذا الموضوع، او تبص على البرودكتس بتاعتهم المختلفه. ادي البرودكتس الموجوده اللي هم ولا حاجه من دول علينا في المنهج اكشلي، هتلاحظ ان هم كلهم فيهم كلمه ايه؟ ASA 5500-X، وده اللي خلاص هيتلغى المفروض كلمة الـ ASA، بس لأنه with A firepower firepower firepower. تمام؟ إيه الكلام دوت؟ سيسكو اشترت البرودكت أو شركة اللي هي اسمها firepower أو sourcefire، اسمها sourcefire أو firepower، المنتج شركة اسمها sourcefire، وده كان يعني خطوة كبيرة وضخمة جدا بالنسبة لهم، لأن أحسن بكتير جدا من كل الحاجات اللي هم كانوا بيعملوها. فابتدوا قعدوا مرحله عنده سنتين دلوقتي تقريبا كده، ان هم يضموا الكلام ده كله
فبقى دلوقتي النكست جنريشن فاير وول او الفاير وول انت لما تشتري من سيسكو دلوقتي غالبا مش هتشتري الاي اس اي اللي هو الاكشوال فاير وول اللي احنا هندرسه اللي هو الاي اس اي، لانه هيبقى يا اما الاي اس اي ويز فاير باور بقى جواه فاير باور، يا اما تشتري على طول اكشوال الفاير باور. برضه ده من ضمن الاضافات اللي لازم لو فاكر صح هو الكلام هو ده الاتجاه بتاع سيسكو اكشوالي في الموضوع دوت، ان الموضوع كله يبقى اوبن سورس، فالحاجات اللي بتعتمد عليها سورس فاير والحاجات اللي بيعتمد عليها اي ام بي هنا والنكست جنريشن اي بي اس حاجات كتيره جدا من دول كلها اوبن سورس وبتعتمد على نتورك ضخمه سيسكو عاملاها من اوبن سورس ابلكيشنز واوبن سورس سايتس واوبن سورس ريبورتنج، كلام كبير جدا يعني، بس مش هنخش في الكلام ده دلوقتي يعني. لا 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 خالص ده لسه حتى مناهج السي سي ام بي يعني ما دخلتش فيه يعني، فاهم الفكره؟ الموضوع لسه جديد جدا لدرجه انه مش بس مش حته دخلت المناهج، حته انه لسه حتى الان الدوكيومنتيشن بتاعه سيسكو بتكتبه على فين دوكيومنتيشن، انت لما بتشتري جهاز بيكون في دوكيومنتيشن كونفيجريشن جايد وكونفيجريشن وترابل شوتنج لسه بيتكتب يعني. في بعض الحاجات حتى لو عارفين ياسر رمزي مش ياسر رمزي مشهور هو على الويب على الانترنت بالنسبه للحاجات بتاعه سيسكو يعني ترينر او انستراكتور مشهور جدا، كان اكشلي يعني بيخش على موقع في السنه اللي فاتت دي كلها بيقعد يكتب ياسر عوده تمام الاسم كان ياسر رمزي عوده بيقعد يكتب الكلام دوت اللي هو بيكتب بيخش في الفاير باور، انا من واحد الناس كان بيحضر كورس على الفاير باور مثلا عايز يشرح مفيش مش لاقي ماتيريال، ترى هو يبدا بيكتب بنفسه الماتيريال ويابلودها على ايه الويب سايت بتاع سيسكو اللي هم كانوا لسه بيجهزوا ومرحله تغييريه فجاه يعني. الدنيا كانت صعبه جدا يعني، حتى اتكلمنا في الحاجات ديت الناس بتوع السكيورتي ناخد طبعا مش شخص سي سكيورتي دلوقتي اللي بيذاكر سي سي ام بي سكيورتي، انا خلينا صراحه الليفل بتاع سي سي ان انت لسه يعني صغير خالص فما تقلقش، لكن اللي هو الحاجات اللي بعد كده والسي سي اي سكيورتي كل الحاجات دي عماله تتغير بسرعه رهيبه قوي، فالدنيا تمشي ازاي. بس اللي يطمنك ان الكونسبت الاساسي اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي لما نيجي نشرح ان شاء الله مثلا اس اي اللي عندنا شابتر كبير ضخم عليه اللي هو الادابتيف سكيورتي ابلاينس او الفاير وول بتاع سيسكو اللي هو الاكشوال الديفايس بتاعهم بتاع سيسكو مازال الكلام ينطبق عليه حتى الان. احنا اللي بيحصل نعمل ايه؟ احنا بنضيف، فاهمين الفكره؟ احنا بنضيف بندمج بنغير، فمازال الكونسبت لازم ايه؟ تعرفها وتشتغل بيها. نادرا ما هيبقى في حاجات او السكشنز اللي ممكن تتغير هو الكونفجريشن، طبعا الكونفجريشن هيتغير اكيد، لكن زي ما قلت لك انا مش عايزك تحفظ اوامر ولا تركز خالص في الموضوع دوت، انا افهم الحاجه نفسها. التريبل ايه لو انت فاهمه صح وقاعد بقالك خمس سنين شغال ب اي سي اس وبعدين سيسكو نزلت الايس، ايه اللي هيحصل؟ هتقعد تتعلم الاضافات الجديده، لكن التريبل اي نفسه هو التريبل اي، فاهمين القصه؟ بس الجي يو اي اتغيرت وسيسكو ضافت 1 2 3 هو ده اللي بيحصل. الاي سي انا خبير فيه ومش عارف ايه، طب ايه اللي حصل؟ سيسكو زودت الفاير باور وغيرت الجي يو اي وغيرت السي ال اي، بس الكونسيبت الفاير وول الفاير وول ما زال هو فاير وول تمام؟ طيب ده كده شفنا الايه النكست جنريشن فاير وول بتاعنا اللي موجود، و اي دونت ثينك ان هو هنا بيتكلم على السكشن بتاع مش جايبها لا جايبها بعد كده. طيب اوكي هنا بيجيب حاجه اسمها الكلاسيك فاير وول، دي تبقى اخر حاجه ناخدها. الكلاسيك فاير وول ده اللي هو الطريقه القديمه اللي كنا بنعمل بيها الفاير وول الستيتفول، يعني هنا بنتكلم شويه كونفجريشن بقى. نرجع كده براحه قلنا بس عميق بعد كل اللي قلناه ده كده اوكي. باكيت فاير وول ده الاي سي ال دي عبيط قوي. ستيتفول فاير وول ده ما درسناهوش قبل كده صح؟ ابلكيشن فاير وول ما عداش علينا الحاجات دي. طب ايه مين تاني؟ اللي مش عارف اللي هو الجديد النكست جنريشن فاير وول ما خدناش الحاجات دي. ايه بقى اللي عليك دلوقتي اكشلي من دلوقتي؟ اول حاجه مش علينا النكست جنريشن ولا الكلام ده كله لسه زي ما قلنا حاجات جديده جدا، اللي عليك هو الستيتفول فاير وول بطريقتين. الستيتفول فاير وول اللي هو بيحتفظ بجدول والكلام ده كله ممكن اطبقه كتكنولوجي على راوتر. الشابتر ده كله الفوكس بتاعه كده بقيته الشابتر. ده انا عندي راوتر هشغل الراوتر ده ايه يا جماعه؟ فاير وول. اي راوتر 1800 و2800 و3800 والجداد 1900 2900 3900 اللي هي اللي اسمهم الاي اس ار او انتجريتد سيرفيسز راوتر اسمهم انتجريتد سيرفيسز خدمات متكامله، يبقى يقدر يبقى فاير وول ولا لا؟ يقدر يبقى فاير وول، وهو ده اللي عايزين نتكلم عليه ونفوكس عليه هنا وانك لازم تعرفه. وبعدين قدام هنشوف الاكشوال ديفايس هاردوير فاير وول اللي هو اسمه الابلاينس او الجهاز بتاع الفاير وول نفسه بتاع سيسكو اللي هو اسمه الاي اس اي. واضح؟ فالفوكس بتاع الشابتر ده مش الاي اس اي خالص، احنا اتكلمنا على الفاير وولز كتير وجبنا سيره الاي اس اي، لكن كان بيديك مقدمه للتكنولوجيز يعني. فلما بيتكلم هنا بيقول لك الكلاسيك فاير وول قصده ايه؟ قصده الامبلمنتيشن بتاع الستيت فور فاير وول، ازاي هطبق الستيت فور فاير وول في راوتر سيسكو. حلو؟ في طريقه اسمها الكلاسيك او السي باك.
اختصار CPAC اختصار لكونتكست بيست اكسس كنترول. دي كانت اول طريقه ودي طريقه قديمه جدا لدرجه احنا من CCNA Security الامتحان اللي قبل ده ما كناش بنشرحه. يعني دي حاجه قديمه جدا او بس عايز اقول لك انها كانت موجوده اوكي وبتشتغل بهذا الشكل ان انت هنا في اكسس ليست بيبص على الباكيت تايب ويشوف انا هعدي الاس اس اتش ولا لا وهراقبها ولا لا. لا ان انا براقبها وجاي اعمل ايه اللي احنا حكيناه هنا ده دي نفس الرسمه اللي انا حكيتها لكم على الصفوره. لا ان الباكيت ديت المفروض تعدي مش انا عامل بيرميت انها تعدي ويراقبها. يراقبها يعني يعمل ايه؟ يحتفظ بالجدول ويعكس المرايه اللي قلنا عليها. هو ده اللي احنا بنحكيه وهو ده اللي هو بيطبق. الفكره ان طريقه التطبيق بالاوامر ديت مش علينا خلاص ودي حاجه اسمها اوبسوليت يعني اتلغت. يعني حتى في الايوسز الجديده ممكن ما تلاقيهاش موجوده ان انت تكتب الاوامر دي. فاذا مش عليك خالص. انا بس عايزك لو خبطت في راوتر ولا حاجه ولقيت فيه الامر ده اي بي انسبكت. شايفين الامر فيه كلمه ايه؟ اي بي انسبكت. يبقى ده راوتر قديم قوي وشغال فاير وول بطريقه قديمه قوي اللي هي اسمها سي باك ديت او سي بي اف سي او كلاسيك. يعني خلينا نقول ان هي كلاسيك. اذا مش عليك الكونفجريشن دوت ولا شو ولا العبط يعني مش هقول لك حتى اي حاجه في سلايد ديت. ستيتفول قصدك؟ ستيتفول. ده كده ستيتفول فاير وول ده اللي هو وده اللي احنا بندرسه بس طريقه التطبيق بس اللي اختلفت يا جماعه. سيسكو عملت طريقه تطبيق وقالت لك لا لا الطريقه دي مش عجباني انا هعمل طريقه ثانيه بس هو الستيتفول فاير وول هو اللي احنا حكيناه هو. فده ستيتفول فاير وول اللي هو بيعمل كده اس اس اتش عدي بس راقبه خلي بالك ولما ترجع العكس لازم يبقى العكس بالظبط اللي احنا حكيناه. بس طريقه الاوامر كانت شغاله بحاجه اسمها كلاسيك او سي باك ودي مش علينا اللي هي فيها امر اسمه ايه يا جماعه؟ اي بي انسبكت. واضح كده؟ من غير بقيه الحاجات ما ليش دعوه بقيه الحاجات بس لما تلاقي امر اسمه اي بي انسبكت يبقى انت شغال بالطريقه القديمه. لا مش هي دي اللي علينا. الطريقه الجديده اسمها زد بي اف او زون بيزد تمام بوليسي فاير وول. اوكي؟ الزي بي اف ديت هي دي الطريقه الجديده وهي دي اللي عليك الاكشوال اوامر بتاعتها والكونفجريشن بتاعها. تمام؟ فاحنا كده اللي فاضل لنا يعني السلايدز اللي جايه كده سريعا لو بصيت عليها النتوركس الفاير وولز احطه فين؟ يعني كلنا ما اتكلمناش عليه. شايفين الفاير وول احطه فين؟ احطه فين؟ احطه فين؟ احطه فين؟ طب الدور بتاعه ايه في الحاجه وهي بتعدي؟ وطبعا الكونسيبت بتاع اللاير ديفنس ده ظريف جدا. وبعدين نخش على ده بقى ده اللي هو فيه كونفجريشن. تمام؟ اكسبلين اكسبلين وبعدين ايه كونفجريشن. فده هيبقى معانا ان شاء الله المحاضره الجايه بتاعتنا ان شاء الله باذن الله. نخلص الفاير وول وخلينا نتاكد هو 5 ان اللي جاي دوت يا اما لاير 2 يا اما الاي بي اس. اي ثينك ان هو الاي بي اس بس خليني ميك شور في كورس سي سكيورتي سلايدز يس اللي جاي الاي بي اس كويس. يعني المره الجايه هنخلص بقيه الفاير وول ونخلص الاي بي اس. الاي بي اس اكشلي يعني انا لسه ما عملتلوش ادت طبعا بس انا اكشلي هنا هو 80 سلايد هيتشالوا الصبح. انا لسه هخش وقالته من اخر كورس هيتشالوا الصبح. يعني ما كنا بنعمل كونفجريشن بتاعه مش موجود طبعا يعني اكيد هنا طبعا انا بصيت هنا الاول كويس جدا تمام. انت المطلوب منك ايه في الاي بي اس؟ لو لقيناه ايه الاي بي اس ايه دوت؟ يعني المفروض اقول لك كله نظري 100% تمام مفيش فيها اي عمل عمل ده اللي هنعمله فعلا. بس انا هديك ايه حته زياده انا هشرح لك شويه كلام نظري على النكست جنريشن اي بي اس اوكي. لكن طبعا مفيش اي تطبيق لدوت او ايه فان شاء الله ربنا يسهل المره الجايه نخلص بقيه 4 و5 معايا باذن الله. تمام اوكي نشوفكم. ما بقولك ما فيهوش حاجه بقى خلاص هو شطب فايف بعد ما هشيل منه الكونفجريشن مش هيبقى غير شويه كلام نظري ظريف يعني او مش ظريف هو هيبقى جدا بالنسبه لي. خلينا نكون صراحه.